مساء الخير جميعا. مساء الخير. Good evening everyone. Thank you very much. لهذا الانطلاق الالكتروني للاطلس البلاستيك اصدار منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. في البدايه نود التنويه لبعض الامور التقنيه. لمتابعه اللقاء باللغه العربيه ولتفعيل خدمه الترجمه الفوريه من اللغه الانجليزيه الى اللغه العربيه يرجى اختيار خيار اللغه الكوريه كوريا في اسفل الشاشه. وذلك في قسم الترجمة الفورية Interpretation. نطلب منكم كتابة مداخلاتكم أسئلتكم في قسم الأسئلة والأجوبة Q&A أيضاً في أسفل الشاشة. الآن سأعطي هذه الرسالة للمتحدثين باللغة الإنجليزية ثم نعود لتسيير اللقاء باللغة العربية. Good evening everyone and welcome to the launch of the... مساءكم خير جميعاً. أهلا وسهلا بكم في الإطلاق الإلكتروني لأطلس البلاستيك إصدار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من أجل الترجمة الرجاء اختيار كبسة زر أو قناة الكورية التي هي مرتبطة باللغة العربية، يعني كوريا يعني عربية هنا هنا. إذن الرجاء اختيار هذا الخيار لكي تستمعوا للترجمة باللغة العربية. هناك أيضاً بث حي ومباشر من الفيسبوك، الرابط الإلكتروني موجود هناك. إذا توفرت لديكم أي أسئلة فالرجاء طرحها في الـ Q&A في الأسفل. وإذا نعم إذا هناك أسئلة الـ Q&A، وإذا كانت هناك أسئلة تقنية في الشات. لا يمكن إنكار بأن البلاستيك يخدمنا، فالإنسان يستخدم البلاستيك تقريباً في كل شيء. هو موجود في أرضيات وأنابيب منازلنا، وفي أكياس المقتنيات التي نستخدمها، وفي قناني المشروبات وعلب تغليف الطعام التي نشتريها يومياً. وهو أيضاً موجود في لوحات السيارات والطائرات حين نتنقل من مكان إلى آخر، لربما أقل في هذا العام بسبب الظروف. وحتى أن البلاستيك موجود في أجهزتنا الإلكترونية وهواتفنا الذكية التي نتواصل من خلالها الليلة. أصبح في حياتنا العصرية من المستحيل تحاشي البلاستيك حتى من قبل المواطن الواعي، حيث يتطلب ذلك قدراً من الامتياز يتمتع به قلة في العالم. لكن البلاستيك يجتاح حياتنا ويلوث كل ما يلمس، فهو يدمر نظمنا الإيكولوجية ويقتل الكائنات الحية ويضر بصحتنا ويساهم بالتغير المناخي. عالمنا العربي ليس ببعيد عن هذا الواقع. لقد حاولت دول عربية مختلفة مواجهة ومجابهة هذه المشكلة بشكل أساسي من خلال إصدار قرارات وقوانين تمنع استخدام الأكياس البلاستيكية، لكن سبل التنفيذ لم تكن ناجعة بشكل كامل حتى اللحظة، وتتطلب جهد توعوي كبير وإرادة سياسية متينة. المجتمع المدني بدوره عليه أن يساهم في خلق هذا. اليوم الاستخدام المفرط للبلاستيك والنفايات الصادرة عنه هي مشكلة عالمية حقيقية، ونظم النفايات لا يمكنها أن تجاري هذا الكم المهول من النفايات البلاستيكية. نحن ننتج ما يقارب 400 مليون طن من البلاستيك سنوياً، لكن أقل من 10% يتم تدويره، إعادة تدويره. يبدو جلياً بأن إعادة التدوير لا يمثل الحل، فشركات البتروكيماويات وصناعة البلاستيك تستثمر المليارات لتوسيع قطاع إنتاج البلاستيك، والعلامات التجارية الاستهلاكية تواصل وبقوة فتح أسواق في مناطق جديدة في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. مدركة تماماً أن البنية التحتية للنفايات ونظم إعادة التدوير في معظم هذه المناطق لا يستطيع استيعاب كل هذه النفايات. لكن الآن يوجد حركة مكونة من 1500 مجموعة من أجسام المجتمع المدني حول العالم تعمل سوياً تحت راية تحرر من البلاستيك لوقف التلوث البلاستيكي إلى الأبد. في نهاية العام الماضي أطلقت مؤسسة هنريش بيرل الإصدار العالمي من أطلس البلاستيك باللغة الإنجليزية والألمانية، وذلك بالتعاون مع حركة تحرر من البلاستيك. من خلال مجموعة الموضوعات المطروحة تطرق الأطلس إلى أزمة البلاستيك العالمية من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والصحية والبيئية، بالإضافة إلى النوع الاجتماعي، وكشف مسؤولية الشركات المنتفعة من صناعة البلاستيك. من هنا يسعدنا أن نقدم إصدار أطلس البلاستيك
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغتين العربية والإنجليزية، الذي يتضمن مساهمات إقليمية تعالج القضايا المرتبطة بالبلاستيك ضمن السياق المحلي لعدد من البلدان العربية. أود الترحيب بجميع المتحدثين والمتحدثات معنا اليوم. سنبدأ بمديرتي دكتورة بيتينا ماركس. دكتورة بيتينا ماركس هي مديرة مؤسسة هنريش بل مكتب فلسطين والأردن منذ عام 2015، وهي صحفية ألمانية لها خبرة واسعة في منطقة الشرق الأوسط. في عام 2019 أصدرت كتاب بعنوان غزة تقارير من أرض بلا أمان. عملت في دوتشي فيلا أو الموجة الألمانية في الأعوام ما بين 1992 و2003 وبين 2008 و2015، سابقاً في الراديو ولاحقاً في القسم الإلكتروني. كانت تعمل في بون ولاحقاً في برلين، وتخصصت في الشؤون الخارجية والشرق الأوسط، وسافرت في مناسبات عديدة إلى فلسطين والمنطقة لتغطية الأحداث الجارية، وهي معنا اليوم في فلسطين. دكتورة بيتينا تفضل. الميوت ماسك. نعم، مرحبا. شكرا شكرا يا نضال، ورحب بكم من جانبي. شكرا، وأرحب بكافة المتحدثين وزملائنا من كافة المكاتب حول العالم، وزملائنا الذين والمشاركين جميعا عبر الزوم وغيره. شكرا جزيلا على انضمامكم لنا في الإطلاق الإلكتروني لأطلس البلاستيك إصدار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أود أن أشكر زميلاي نضال وأن من مكتب هنريش بول في فلسطين والأردن، ونشكر زملائنا من بيروت والرباط وتونس الشقيقة على تواجدكم معنا هنا. أود أن أشكر خصيصا السيدة فاطمة زهرة وأمين الرباط والسيد نضال عطية من تونس، طبعا الترجمة للغة العربية ليست سهلة، وشكرا لفرح عطيات أيضا من الأردن. طبعا كانت الترجمة صعبة، ولا أعرف كم عدد الكلمات باللغة العربية المرتبطة بالنفايات، هذه أمور تقنية. ونشكر زملائنا من المقر الرئيسي في برلين المرتبطين بالسياسات البيئية الدولية، السيدة ليلي فهر مديرة قسم السياسات البيئية الدولية لمؤسسة هنريش بول ستتحدث قريبا. هناك فيلم لدستن هوفمان، وفي هذا الفيلم هناك مشهد يلتقي فيه شخص مع شريك تجاري، يتحدثون عن منتج مع إمكانات كبيرة فيما يتعلق بتجارة البلاستيك. الفيلم من عام 1967، واليوم بعد 53 سنة هذا المشهد ليس مرحا اليوم، ليس مضحك، لأن البلاستيك خطير جدا، وإنما وأيضا يعتبر نقطة ضعف كبيرة. البلاستيك يؤدي للكثير من المشاكل البيئية في الكثير من المدن، على سبيل المثال مدينة رام الله وأي مدينة أخرى في الشرق الأوسط نرى الأضرار الجسيمة المرتبطة بالبلاستيك، يمكن رؤيتها في كافة أنحاء العالم. وعندما يبدأ الشتاء نرى البلاستيك متبعثرا في كافة أنحاء العالم، هذا مؤذي في كافة الدكاكين، نرى رواسب بلاستيكية ونفايات بلاستيكية في كافة أنحاء العالم، هذا مضر. ولكن من جهة أخرى البلاستيك يمكن أن تساعدك في الاحتفاظ بالطعام ومن الفيروسات وغير ذلك. إذن كيف يمكن تناول هذا أو معالجة هذه المشكلة؟ في بعض الدول هناك منع لاستخدام الأكياس البلاستيكية، وهناك زملائنا من مكاتب شمال أفريقيا يمكن أن يحدثونا عن ذلك، ويمكن استخدام البلاستيك في معجون الأسنان وغير ذلك من المنتجات البلاستيكية. ولكن هل
هذه الخطوات كافية لتجنب استخدام البلاستيك. أدعوكم بأن تستمعوا للمحاضرات اليوم وأن تتعرفوا أكثر عن الأطلس البلاستيكي في إصدار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي موجودة في موقعنا الإلكتروني، وأدعوكم بأن تقوموا بطباعتها، وهي موجودة أيضا في المقرات المختلفة سواء في رام الله أو غير ذلك. شكرا جزيلا لاهتمامكم بهذا الموضوع، وآمل أن تستمتعوا بهذا الإطلاق الإلكتروني. ويعني والآن للسيدة ليلي، أمرر الميكروفون لليلي. شكرا دكتورة بيتينا. سأقدم لكم متحدثنا القادمة، ننتقل من رام الله إلى برلين. متحدثنا القادمة هي ليلي فور. ليلي هي رئيسة قسم السياسات البيئية الدولية في المكتب الرئيسي لمؤسسة هيمريش بيل في ألمانيا، في برلين ألمانيا. تركز ليلي في عملها على سياسات المناخ والموارد على مستوى العالم. هي عضو في مجلس إدارة مجموعة ETC منذ عام 2015، وعضواً مؤسساً في المجلس إدارة صندوق العدالة المناخية منذ عام 2017، وهي مؤلفة مشاركة لكتاب داخل الاقتصاد الأخضر وعود ومزالق الصادر في عام 2016، ولها مدونات عديدة. درست ليلي الجغرافيا وعلوم السياسية وعلم الاجتماع والدراسات الإفريقية في كولونيا وتوبنغن وستراتسبورغ وبرلين. ولدت في كولونيا بألمانيا وتعيش في برلين مع ابنتيها. مداخلة ليلي اليوم بعنوان حقائق وأرقام عن عالم البلاستيك بوليمرات، تستعرض من خلالها مضمون أطلس البلاستيك والجوانب المختلفة لهذا الموضوع. ليلي شكرا على وقتك، تفضلي. Thank you and hello everyone. وأهلا بكم جميعا، أرحب بكم من برلين. أنا مسرورة بأني هنا معكم إلكترونيا. رأيت الكثير من زملائي من الفريق موجودين هنا، رأيت كاي وكريستين، أهلا بكم، مسرورة بأنكم معي هنا. أود أن أقدم لكم خلفية عن النسخة الإنجليزية الدولية المرتبطة بالأطلس البلاستيكي، ولكن قبل ذلك أود أن أتحدث عن بداية هذا الشيء. بدأ في حزيران 2019 مع الأطلس البلاستيكي باللغة الألمانية. بدأنا بهذه النشرة، كانت ناجحة جداً إلى حد أنه تم نشر 150 ألف نسخة مطبوعة بعد 6 شهور. هناك طلب كبير جدا لهذا في ألمانيا، والكثير من والمزيد من الأشخاص يطلبون لنسخ على مدار أسبوعي. وأنا آمل أن تكون هناك نجاحات باهرة مشابهة في بلدانكم. الأطلس البلاستيكي، هذه النسخة الأمري الإنجليزية أطلقناها في بروكسل في تشرين الثاني 2019 نوفمبر. لماذا بدأنا بهذا الأطلس؟ هو يعني تطلب لجهود حثيثة ومضنية. لماذا بدأنا بهذه الجهود؟ الجواب هو كما يلي. نرى هنا نوعين من الروايات المرتبطة بالبلاستيك. في الجانب الأيسر نرى ما يقولون لنا التجار والكثير من صناع السياسات، يقولون أن هناك مشكلة النفايات البلاستيكية في المحيط، ونحن المشكلة بنا كمستهلكين لأننا نوسخ، إنجاز التعبير، نرمي تلك النفايات. ولكن طبعاً هذه الرواية الخاطئة ولا تؤدي بنا للحلول الصحيحة. الرواية الثانية هي الصحيحة، وهي أن هذه مشكلة تلوث بلاستيكي يؤدي لأضرار جسيمة. إذا رأينا لذلك من وجهة نظر أنها مشكلة أضرار أو تلوث بلاستيكي، يجب إغلاق تلك الأنابيب وإيقاف وصول تلك البلاستيكات. والمشكلة هي بالمنتجين، إذن النهج يختلف هنا. وجهة النظر أفضل
وهذه وجهة النظر التي يتبناها الأطلس البلاستيكي. سأقوم بتسليط الضوء على رسم بياني يساعدنا في فهم الأطلس البلاستيكي وبعض الرسومات البنائية. هذه موجودة في النسخة باللغة العربية. هي مشكلة في الآونة الأخيرة، خاصة مشكلة البلاستيك قد تبلورت أكثر فأكثر في آخر 20 سنة. إذن هي جديدة نسبياً، هي لم تكن بالكم الهائل قبل أكثر من 20 عام. إذن يتم استخدام البلاستيك لفترة زمنية قصيرة، ولذلك هي تصبح نفايات من أول ما نستخدمها. مشكلتها هي في الترزيم أو الرزم، عملية وضع الرزم ووضعها ضمن أطر أو أكياس. إذن هي ليست فقط مشكلة النفايات، هناك الكثير من الكيماويات الموجودة داخل تلك النفايات، هي تشكل ضرراً لأولادنا وأطفالنا وسكاننا. يجب أن نفكر هكذا عندما نفكر بالبلاستيك. بعض الشركات الكبيرة التي تلوث بلاستيكياً، هنا انظروا للشركات، القطاع البلاستيكي كبير ضخم جداً، 99% من البلاستيك منبثق من تلك المواد التي تؤدي للظاهرة للوقود الأحفوري، وهذا يؤدي لمشاكل كبيرة مرتبطة بظاهرة الاحترار العالمي أو الاحتباس الحراري. إذن هي مشكلة عالمية. هذه بعض الرسومات البيانية التي ترينا كيف أن تصدير البلاستيك من دول مثل ألمانيا للأسف ودول أخرى، نقوم بتصدير البلاستيك إلى كافة أنحاء العالم. وعندما تم إغلاق الحدود من الصين، هذا غير المسار إلى جنوب شرق آسيا وغير ذلك. إذن من الصين، من ألمانيا. إذن يسأل بعض الناس، هل ألمانيا هي بطلة في مجال إعادة تكرير أو البلاستيك؟ هذا ما نسمعه من الحكومة الألمانية، ولكن حسب الإحصاءات الرسمية فقط 45% منها يتم إعادة تكريرها، ولكن العدد الحقيقي هو أقل من ذلك بكثير. ولذلك يعني هي مشكلة كبيرة ليس فقط في ألمانيا وإنما في كافة أنحاء العالم. في الولايات المتحدة رأينا النفايات الكبيرة، النفايات الصلبة وغير ذلك، ويتم إرسال تلك البلاستيكات في المدافن المرتبطة بالنفايات، وهي مشكلة. وأود أن أنهي الحديث بأفكار رئيسية تمكننا من فهم أن البلاستيك هو مشكلة عالمية. يجب علينا تقليل استخدام البلاستيك قدر الأمكان. يجب علينا إيقاف توسع البنية التحتية المرتبطة بالبتروكيماويات والتقليل من قوة وهيمنة هذا القطاع. وليس فقط أن نقوم باستبدال البلاستيك بمواد أخرى، وإنما أن نتأكد بأن المواد التي يتم استخدامها غير ضارة. عدم استخدام الكيماويات والميكروبلاستيكات، وأيضاً أن نعمل على مستوى الأمم المتحدة. هناك الكثير من العمل الذي يجب أن نعمل عليه. إذن في النسخة العربية على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط سنرى أيضاً هذه الأمور.
هناك شريحة تتحدث عن الرؤية المرتبطة بأضرار البلاستيك، لم أتحدث عن ذلك، ولكن أنا أتمنى لكم النجاح الباهر وأدعو الناس أن ينضموا لنا وأن يقرأوا هذا الشيء لكي نقلل من التلوث البلاستيكي قدر الإمكان. وشكرا. شكرا سيدة ليلي. شكرا ليلي. نقدر لك هذا التلخيص الممتاز للنسخة العالمية لأطلس البلاستيك، ونأمل فعل بالفعل أن يتم قراءة وتداول هذا الأطلس باللغة العربية، ونأمل أن يساعد مؤسساتنا الشريكة والعديدين في عملهم في شتى القضايا البيئية ليس فقط البلاستيك. من برلين أنتقل إلى الرباط إلى زميلتي فاطمة زهرة العمراني. فاطمة انضمت إلى مؤسسة هنريش بيل مكتب الرباط في آذار من العام الماضي كمنسقة في برنامج البيئة. عملت سابقاً كمستشارة فنية في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ضمن مشروعين رئيسيين يتعلقان بالإدارة المتكاملة للمياه ومرافق الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية. تخرجت فاطمة بدرجة الهندسة المعمارية من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية في الرباط، وبدأت حياتها المهنية كمهندسة معمارية مستقلة في وكالات خاصة، والتي شاركت من خلالها بمشاريع مختلفة ومتنوعة. تركز فاطمة بعملها وأبحاثها على قضايا الحيز أو الأوطان المستدامة والمرافق الاجتماعية والثقافية والمجتمعية في المغرب. مداخلة فاطمة اليوم تتناول موضوع تم تغطيته في هذا الأطلس في الحقيقة، وهو موضوع بالغ الأهمية في السياق المحلي المغربي لمواجهة مشكلة البلاستيك. عنوان مداخلة فاطمة هو التحديات والصعوبات لتنفيذ سياسات فعالة لحظر البلاستيك في المغرب. فاطمة تفضل. Thank you, Nidal. Hello everyone and good evening from Rabat in Morocco. So I already apologize not being able to do this talk in Arabic, but as you guys probably know, our Moroccan dialect is اعتذر لكم بأني أتحدث باللغة الإنجليزية، ولكن أردت أن طبعا هناك خدمة الترجمة، هي لا تعرف أن هناك ترجمة للغة العربية يمكن، وأمل أن تفهموني. أقول للزملاء من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شكرا لكم جميعا. أود أن أتحدث عن سياسات الأكياس البلاستيكية والسياسات التي انتهجناها في المغرب، وأيضا وجهة نظرنا. في عام 2016 قامت المغرب بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية إلى حد كبير. هذا المنع أو الحظر بالأحرى تم بعد ممارسة الضغوط، وهذا ساعد في تلك الإجراءات. هناك قانون الميكا، ميكا معناه البلاستيك باللهجة أو اللكنة المغربية، وهذا أدى لمنع استيراد وتصدير وغير ذلك فيما يتعلق بالأكياس البلاستيكية. تلك الأمور فقط سمحت، أو القانون سمح فقط استخدام أكياس بلاستيكية محددة، وكان هناك مؤتمر تم تنظيمه في المغرب وتم الحديث فيه. بعض الأشخاص اعتقدوا بأن هذا اللقاء الذي جرى في كانون الأول 2016 في المغرب اعتقدوا أنه فقط اجتماع ترويجي، ولكنه كان كبيراً وواسعاً. رأينا في المغرب نقاط ضعف استخدام الأكياس البلاستيكية، لهذا السبب تم تمرير سياسات قوية ومتينة في المدن البلاستيكية التي أدت للتقليل من استخدام الأكياس البلاستيكية. على سبيل المثال في السنة الأولى تم مصادرة أطنان كبيرة
لا تعد ولا تحصى في المدن المغربية، وهذا أدى لنتائج إيجابية. وتم أيضا تمرير قانون جديد مغربي مرتبط بقوانين المستهلكين، أدت للتقليل من استخدام تلك المواد الضارة. بالنسبة للبائعين الصغار، على سبيل المثال بائعي الفواكه والخضروات، هم لا زالوا يستخدمون الأكياس البلاستيكية على الرغم من حظر المواد البلاستيكية في المغرب. اليوم في عام 2020 بعد 4 سنوات من تمرير القانون، ماذا بالنسبة للسياسات هذه في المغرب؟ بإمكاننا أن نرى بأنه في كافة أنحاء المغرب يتم استخدام الأكياس البلاستيكية. للأسف هناك مؤسسة غير ربحية أو غير حكومية مغربية لعبت دورا كبيرا في موضوع الأطلس البلاستيكي، وقاموا بإجراء بحث مهم في المغرب. في عام 2018 قاموا بعمل نشرة مبنية على استبيان خاص باستخدام البلاستيك، رأوا أن البائعين والمستهلكين واعيين حول موضوع القانون هذا، ولكن يتم استخدام تلك الأكياس بغض النظر عن الحظر. يقول أغلب الناس أن استخدام البلاستيك أسهل، والبائعين أو التجار يقولون بأن المستهلكين يريدون استخدام تلك الأكياس البلاستيكية. إذن هذه حلقة سوداء إن جاز التعبير، كل جهة تقول أو ترمي اللوم على الجهة الأخرى، التجار والمستهلكين. للأسف لا نرى كيفية تكرير الأكياس البلاستيكية قدر الإمكان من قبل الجهات المعنية. وفي المغرب نرى أن المشكلة متواصلة، وأن المغاربة يستخدمون تلك الأكياس على الرغم من أنهم يدركون القوانين التي تحظر استخدام البلاستيك. ولذلك ماذا نوصي؟ ما هي توصياتنا؟ ما الذي يجب اتخاذه كإجراءات لإيقاف نشر البلاستيك في المغرب؟ في عملنا مع شركائنا رأينا أن واحد التوعية هي في كافة الأهمية من أجل الحد أو التقليل من استخدام البلاستيك. ثانياً نرى أنه يجب الترويج للخيارات الإيكولوجية الصديقة للمناخ قدر الإمكان، وأن يتم تعزيز المرافق التي تقلل من استخدام البلاستيك، وأن يتم تمرير التشريعات التي تواجه استخدام البلاستيك. وأخيراً وليس آخراً، نرى أنه من المهم أن ندعو إلى تعزيز الأنظمة الصديقة للبيئة والتشريعات، خاصة في القطاع غير الرسمي في المغرب، وأن ندعو بأن يتم العمل على إعادة تكرير تلك المواد وعزلها. إذن لدينا مرافق من هذا النوع في المغرب، يجب تعزيزها والرفع من إنتاجيتها لكي يكون لدينا نظام أمتن في المغرب. بالإضافة لذلك نرى أن المزيد من الدول تتخذ إجراءات وقوانين ضد البلاستيك، وهذا رائع، ولكن للأسف لم تنجح كافة الدول في تطبيق التشريعات المرتبطة بالبلاستيك. وجود قانون مواجه أو متصدي للبلاستيك لا يعني بأن التطبيق كان ناجحاً. على سبيل المثال في المغرب لن ينجح تطبيق القانون للأسف بشكل كامل. في المغرب هناك تطورات تحدث ببطء، رأينا بعض التحسنات
ولكن قد يستغرقنا الأمر سنوات طويلة لكي نمرر هذا الشيء، يعني نمرر القانون ونطبقه بأفضل الطرق وأن نوعي السكان المغاربة أو المغربيين. والنقطة الهامة هي الرفع من مستوى التوعية في القرى أيضا لكي يفهم الناس عن أهمية هذا الشيء. شكرا لاستماعكم، وإذا توفرت لديكم أي أسئلة فالرجاء عدم التردد في طرحها. شكرا يا نضال. شكرا فاطمة، شكرا كثير، شكرا على هذا التحليل الفاقد لقانون زيرو ميكا. ويعني أعتقد بأن هذه الحالة المغربية يعني تلفت النظر للحاجة لدراسة القوانين قبل تطبيقها، جهوزية الناس لمثل هذه القوانين، وأيضا تطبيق مبني على دعم من المجتمع المدني وعامة الناس. شكرا فاطمة. من المغرب اسمحوا لي بأن أنتقل بكم قليلا إلى فلسطين. من خلال مداخلتي في هذا الأطلس، في البداية يعني كنت أريد يعني الكتاب عن موضوع البلاستيك في فلسطين، ولكن كان من المستحيل يعني عدم التطرق إلى العقبة الأكبر أمام تنظيم قطاع النفايات وتحقيق العدالة المناخية، العدالة البيئية بشكل عام في فلسطين، ألا وهي الاحتلال. فبعد مرور 53 عاما على الاحتلال العسكري، تجهد مؤسسات الوطنية الفلسطينية لحل مشكلة النفايات الصوتية في ظل فرط من التعقيدات والتقييدات والوضع الجيوسياسي الشائك عموما. أناقش في هذه المساهمة في الأطلس كيف أنه منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 94 استعمل الاحتلال السلطة الوطنية الفلسطينية ككبش فداء لإعفاء نفسها من عبء توفير الخدمات الأساسية لسكان الأرض المحتلة، مثل جمع النفايات الصلبة والتصرف بها، وهو واجبها بموجب القانون الدولي الإنساني. غير أنها حافظت في ذلك الوقت على سيطرتها المطلقة على كل مناحي منحة من مناحي الحياة الفلسطينيين، بما في ذلك أين يسمح للفلسطينيين الذهاب، ما هي المناطق المسموحة والممنوعة. في الضفة تتوسع المستوطنات وتتعدى على التجمعات الفلسطينية، ليس فقط بمصادرة الأراضي والموارد الطبيعية، ولكن أيضا بتجريد الفلسطينيين من أي شكل من أشكال السيطرة والسيادة، مما يصعب موضوع تنظيم قطاع النفايات الصلبة. أن نظام التصريح الذي يفرضه الاحتلال يمتد ليطال جميع مناحي الحياة. يبقى هذا النظام، نظام التصريح، العائق الأساسي في وجه تطبيق وتنفيذ مشاريع بنى تحتية كبرى، حيث يتوجب على كل مشروع من هذه المشاريع الحصول على موافقة ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية، والتي تؤخر العديد من هذه المشاريع الحيوية، هذا إن لم ترفضها أصلاً. من الأمثل على ذلك مكبر مول في محافظة رام الله والبيرة المقترح والحاصل على تمويل ألماني بالمناسبة منذ عام 2003، والذي لم يتم تنفيذه إلى هذه اللحظة بسبب إشكاليات بالحصول على التصريح. اليوم نفايات رام الله تذهب إلى أقصى شمال الضفة الغربية إلى جنين، بالتالي هناك مشكلة حقيقية من ناحية التكلفة، من ناحية مجاعة الموضوع. أيضاً تتفاقم المشكلة هذه بتحويل نفايات المستوطنات الغير قانونية الموجودة بالضفة إلى المكبات الفلسطينية المثقلة أصلاً، والتي تعمل فوق طاقتها، مما يسبب تلوث بيئي، جودة التخلص من النفايات في هذه المطامر، بالإضافة إلى البيئة المحيطة لهذه المطامر. أضف إلى ذلك الرمي العشوائي، فالكثير من المستوطنات تلقي بالنفايات عشوائياً بالقرب من التجمعات الفلسطينية والقرى الفلسطينية المحيطة بها. بشكل أو بآخر، وكما على حد وصف الخبير البيئي الفلسطيني جورج كورزوم، الاحتلال يحول الضفة الغربية إلى مكب نفايات كبير، كل الضفة الغربية. ففي سنة 2017 كشفت منظمة بيت سالم الحقوقية عن وجود 15 منشأة لمعالجة النفايات يشغلها الاحتلال في الضفة الغربية، برغم أنها هذه منشآت لمعالجة النفايات، إلا أنها أيضا تسبب التلوث بالمنطقة المحيطة. تشمل هذه المنشآت معالجة للنفايات الطبية والنفايات المذيبة ونفايات النفط والمعادن والنفايات الإلكترونية والبطاريات وغيرها الكثير الكثير.
بالتالي على حد وصف بيت سالم، بيت سالم هي تحول الضفة الغربية إلى منطقة تضحية في مكان لا ينطبق عليه القوانين البيئية الموجودة داخل إسرائيل. في غزة حالة القيود المفروضة على دخول المواد ضمن الحصار المفروض منذ عام 2007 دون تنفيذ مشاريع بنية تحتية حيوية. لا يقتصر ذلك على النفايات الصلبة وإنما تطال المياه والطاقة الكهربائية كما سمعتكم في الأخبار. التدهور البيئي الخطير في غزة قد دفع الأمم المتحدة منذ عدة سنوات للتحذير بأنها ستصبح غير صالحة للحياة في غضون عام 2020. في الحقيقة نحن في عام 2020، لكن في الحقيقة العديدين يقولون بأن غزة كانت غير صالحة للحياة منذ عدة سنوات بفعل تدهور الحالة البيئية واستنزاف وتلوث المصادر البيئية الطبيعية. بالرغم من كل هذه العقبات بسبب الاحتلال، فإن فلسطين تشهد نمواً سكانياً كبير، الآن 5 ملايين في الضفة وغزة. بالتالي النفايات تتراكم، مما يستلزم حلولاً عاجلة. ينتج الفلسطينيون تقريباً 4000 طن من النفايات الصلبة في اليوم الواحد، وهو يقارب 0.87 كيلوغرام للفرد في اليوم. ويقدر بأن هذا الرقم سيزداد 4% كل عام. يتم التخلص ب 65% من هذه النفايات في مكبات صحية، أو على الأقل يعتقد أنها صحية عندما يتم يعني زيادة نسبة النفايات التي يمكن أن تستوعبها قد تتحول إلى نفايات غير صحية، والباقي يذهب إلى مكبات عشوائية. فبالرغم من نجاح دولة فلسطين بإغلاق العديد من هذه المكبات العشوائية الغير قانونية في السنوات الأخيرة الماضية، إلا أنها ما زالت مشكلة كبيرة سواء من السكان الفلسطينيين أو كما ذكرت سابقا من المستوطنات. على المستوى المحلي أيضاً والتشريعي بوجه الخصوص، أحرزت السلطة الوطنية الفلسطينية دولة فلسطين تقدماً في تشريع إدارة النفايات الصلبة من خلال إصدار القوانين والاستراتيجيات، لكن كما ذكرت فاطمة هناك مشكلة ما بين النظر النظري والتطبيق على أرض الواقع. فعلى سبيل المثال يعني نرى بأن بعض هذه الاستراتيجيات مبالغ فيه من ناحية تفاؤله بما يمكن تحقيقه في نهاية الفترة. فمثلاً أخذنا خطة التنمية الوطنية بين عامي 2014 و16، نرى بأن نسبة إعادة تدوير النفايات الصلبة المرجو الوصول إليها هي 25% من كل النفايات في حلول عام 2016، لكن استراتيجية جديدة وهي استراتيجية إدارة النفايات في عام 2017 نجد في ذلك السنة في تلك السنة بأن النفايات التي تم تدويرها لم تتجاوز 1%، أي بقيت كما هي وأقل. ما زالت محاولات إعادة التدوير يعني في فلسطين وإعادة الاستخدام بسيطة بعض الشيء، ولكنها في 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 صعود. يعني تصل النسبة كما ذكرت إلى 1%، وقد تصل إلى 3% إذا ما احتسبنا إعادة الاستخدام. هناك قطاع غير رسمي كما في المغرب وكما في تونس وكما في دول كثيرة، لكنه يبقى ضئيل بشكل كبير. لكن هناك العديد من الفرص، فكما في الأردن معظم أكثر من 50% أو أكثر من النفايات هي نفايات عضوية، والنفايات العضوية يمكن إعادة استخدامها كسماد عضوي للزراعة. بالتالي هناك فرص كبيرة ونأمل في المستقبل بأن يتم إعادة الاستخدام. هذه الإمكانيات لإعادة التدوير والتحويل إلى سماد يعني لفرصها كبيرة، خصوصاً لما نظرنا هذا النسب. وأيضاً الفلسطينيين يمكنهم أن ينظروا إلى أساليب الحياة المستدامة التي عاشها قدمائهم، ولا المعرفة والممارسات التقليدية الغنية والتي هي صديقة للبيئة فعلياً كانت. بالنسبة للمبادرات، ازداد الوعي حول النفايات في الأعوام القليلة الماضية، ولقد ظهر العديد من المبادرات المجتمعية الفلسطينية، ولقد أحيت حملات ونشاطاتهم واسعة النطاق روح التطوع وعززت من الحلول المدعومة مجتمعياً. هناك العديد من الأمثلة على هذه المبادرات الملهمة، فمنها من هو يعني مبادرات شبابية تطوعية، منهم من يقوم بجمع النفايات من المدن والمناطق الريفية والمحميات الطبيعية مثلاً إيكوفليكس، والذكر بعض المجموعات، ومنهم من يقوم بإعادة تدوير نفايات المنشآت والمباني المدمرة خاصة في غزة مثل جرين كيك. وأيضاً هناك فنانون يقومون ب
رفع القيمة والجودة، إعادة التصنيع من خلال رفع القيمة والجودة من خلال أبسايكلينج، مثل علاء حلو وغيره الكثيرين من الفنانين الفلسطينيين. هناك أيضا مدونات وأيضا جهود من المجتمع المدني، مثل الجهود من شركائنا في مؤسسة معا وفي شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. أعتذر على الإطالة، لكن إن أردتم معرفة المزيد من تلك المبادرات أرجو منكم التطلع لإطلاق دليل الإخلاق، دليل الاستهلاك الأخلاقي في فلسطين، الذي يحتوي على قائمة كبيرة من هذه المبادرات والمنتجين الأخلاقيين الموجودين في فلسطين، نعمل بإطلاقه قبل نهاية العام. شكرا على حسن الاستماع، والآن أقدم لكم نضال آخر زميلي من مكتب تونس، نضال عطية، يؤمن بقول الكاتب الفرنسي فيكتور هوغو أن لا شيء أقوى من فكرة حان وقتها. نضال هو ملتزم ومصمم على تعزيز الأفكار الخضراء للاستدامة في تونس وتعزيز العلاقة بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وصناع القرار. لديه خبرة في جمعيات بيئية تونسية ويقود حالياً برنامج السياسات البيئية في مؤسسة هانوش بول مكتب تونس. المنصب الذي يشغله منذ كانون 2 يناير 2018. نضال هو خبير في التغير المناخي والمفاوضات المناخية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي يتابعها عن كثب منذ عام 2015، وينتج منشورات لتعميم المفاهيم المعقدة المتعلقة بهذا الموضوع ولتنبيه الناس في تونس. وأنا دعني أضيف في الوطن العربي أيضا نضال، وجودك يعني كبير. نضال حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الطبيعية ودرجة الماجستير في علم الأحياء البحرية، وكلها ما حصل عليهما من كلية العلوم بتونس المناطق. مداخلة نضال اليوم بعنوان مساهمات مؤسسة هانوش بول تونس في حل مشكلة التلوث البلاستيكي. زميلي نضال تفضل. شكرا نضال. بالفعل أنا نحكي اليوم على باللغة العربية، لأنه يعني الهدف من الويبينار هذا هو التحدث إلى يعني البلدان العربية، ونحاول أيضا أن نبسط اللهجة لكي تكون يعني لكي يوصل توصل الرسالة. مش نحكي على ماذا نقوم احنا في مؤسسة هانوش بول في تونس ومشكلة البلاستيك أيضا في تونس. هو يعني قبل الحديث عن البلاستيك يعني أفضل أن نتحدث أيضا على مشكلة التلوث البيئي اللي منذ 2011 وإحنا في مسار يعني متاع مسار انتقال ديمقراطي، لكن لسوء الحظ هو فتح نافذة للتغيرات البيئية، لكن ما تمش العمل على الجانب البيئي بنفس الدرجة مقارنة بالعمل على المجالات الأخرى مثل المجال الاجتماعي، مجال الحقوق والحريات، ولا مجال الاقتصادي. المشاكل البيئية كبرت في تونس منذ سنة 2011، ومن بينها يعني مشكلة النفايات بجميع أنواعها وخاصة النفايات المنزلية، وين نلقاو أيضا البلاستيك هو عنصر ما بين النفايات المنزلية. دونك هذه التلوث البيئي مثل يعني تحدي كبير لتونس، وبصفة يعني خاصة البلاستيك أصبح زادة يمثل تلوث يعني وإلا مشكل رئيسي كبير في تونس. والمشكل هذا يعود لأنه الإنتاج واستهلاك البلاستيك كبر بصفة مهولة في الأعوام الأخيرة، وأيضا أنه البرنامج الحالي لجمع وجمع وتثمين البلاستيك أصبح غير قادر على مجابهة الكميات الكبيرة من البلاستيك الموجودة، وهذا يعود لعديد من الإشكاليات كما عدم قدرة البرنامج على استيعاب الكميات، وأيضا عدم تطوير البرنامج هذا اللي هو المفروض أنه يقوم بالجمع والرسكلة. هذيك علاش البلاستيك أصبح قضية كبيرة ياسر. وفي تونس احنا في الأعوام الأخيرة مؤسسة هانوش بول نشتغلوا على السياسات البيئية، وهي عن طريق يعني زوز وسائل. الوسيلة الأولى هي تحسيس وتقوية قدرات المجتمع المدني في التطرق إلى مسألة البلاستيك التلوث الناتج عنه، وكيف عن طريق يعني صنع القرار والسياسيين لتحسين
الوضع والا الاطار القانوني والتشريعي في المساله هذه. احنا في تونس قمنا بالعديد من الانشطه وبطريقه مختلفه في برنامجنا في المكتب تاعنا في تونس. قمنا ب يعني دورات تحسيسيه للشباب فيما يخص البلاستيك وايضا الميكرو بلاستيك، كيف يعني عنا علاقات مع البلديات، لانه مؤخرا منذ ان نصدر أطلس البلاستيك أصبح فما طلب من البلديات لكي نقوم على الأقل بتوضيح الصورة لهم، وأيضا أنه يصير يعني عمل مع البلديات من أجل تمكينهم من الحد من التلوث الناتج عن البلاستيك اللي هو يكون يعني مثل ثمن للبلديات. كيف يعني في مسألة الفن، احنا زادا نترقوا البلاستيك مع الفنانين لأنهم عندهم رؤيتهم في المشكل هذا، وعندهم خاصة طريقتهم في إيصال الرسالة وأيضا كيفية يعني تحسيس المواطنين. وفما أيضا القانون عن أمر حكومي صدر في مارس 2020 بما يخص منع استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، كانت لنا أيضا قراءة للأمر الحكومي هذا، وتجمع يعني تلقاو قراءة متاعنا في نسخة يعني نسخة المنى في النسخة يعني العربية وإلا الإنجليزية، كيف احنا مشكلة البلاستيك نحاول ننوع في الوسائل الاتصال كان هذيك، علاش يعني مع البارتنر كان نواة قمنا ب يعني بوثائقي اسمه بلاستيكراسي او حكم البلاستيك يدوم 40 دقيقة، واللي هو الأول من نوعه في تونس، اللي نحاولوا يعني نوريه العديد من الملفات اللي يطرحها أطلس البلاستيك على غرار يعني الرسكلة، المجمعين، المصنعين، أيضا إلى أي درجة المواطن أو المستهلك مسؤول في التلوث هذايا. واني حابت نقول أنه احنا يعني أطلس البلاستيك ساعدنا في أن نوصل الرسالة لأكثر مواطنين، وأن ننبهوا أكثر، لأنه تعرفوا أنه أطلس البلاستيك فيه يتطرق إلى المشكل من جوانب مختلفة، وهذا أيضا اللي خلانا حتى في المناصرة عنا تجربة تو حاليا قاعدين نقوم بها، و يعني يرى أنه ستفيد المستمعين المتابعين والمتابعات أنهم يطلعوا عليها، هي تخص المناصرة اللي قاعدين نقوم بها فيما يخص قرار وزاري حول تغليف الإسمنت بالبلاستيك عوضا عن الورق. وإحنا كنا يعني مكتبنا عن طريق الفريق اللي يشتغل في البيئة كنا تبعنا المسألة هذه من الأول مع ملاقات الوزير السابق بعد ما يعني أحدث القرار الوزاري هذا، بعد كنا يعني مشاركين في توسيع الحلقة بتاع الخبراء، ثم قمنا أيضا بالعمل على مطلب مسبق لسحب القرار هذايا، بعد عملنا ندوة صحفية أسبوعين فارتين وين قمنا بمشاركة الصحفيين بالنقاط والحجج الرئيسية متاعنا على المستوى المستوى يعني القانوني، مستوى البيئي وغيره. كيف قاعدين توا حاليا يعني عنا تدخلات في التلفزة وفي الراديو لتنوير الرأي العام ولمزيد إيضاح المشكل هذايا، هي قضية أصبحت قضية رأي العام، نحكي على تعليب الإسمنت في البلاستيك عوضا عن الورق. وإحنا شفنا يعني أنه مهم ياسر تكون المؤسسة عندها دور، لأن يعني في تونس أصبحنا عنصر فاعل فيما يخص التلوث الناتج على البلاستيك، وهذا المثال متاع المناصرة يعني واحد من الأمثلة اللي نلقاه أنه
الأطلس ينجم يلعب دور كبير لأنه فيه زادة هو الحجج اللازمة، وهو يخلي حتى الأشخاص الغير مطلعين عن المسألة يعطيهم إمكانية باش يعرفوا مدى خطورة التلوث الناتج عن البلاستيك. يعني احنا اللي حابين نقوله أن النوع في الانتاج اللي نعملوه باش نقوم بالحديث والتنويه لمخاطر البلاستيك. عندنا ايضا توا بودكاست اللي نشتغل عليهم مع يعني مع انتفاضة، كيف كيف في البلديات يعني فما طلب متعدد، كيف كيف ما عند الجمعيات. احنا كنا قمنا ب بتعريف بالأطلس في مارس قبل الحجر الصحي الشامل، وبعد كيف كيف في الصيف قمنا بتوجه لبعض المناطق كما منطقة سوسة والمستير وجربة والعديد من المناطق الأخرى زادة في تونس الكبرى لتوزيع وأيضا لمزيد تعريف أطلس البلاستيك. إلى حد الآن مازال فما طلب، ونصور أنه مش يكمل العمل عليه. وإحنا زادة رأوا أنه حاجة تسعدنا أن نكونوا ما بين المنظمات اللي تشتغل كثيرا على البلاستيك، وهذا ايضا يعني للزملاء اللي موجودين من المؤسسه يعود بنسبه معينه الى اللقاء اللي كان لنا في 2018 في كوستاريكا، وين حكينا ايضا على البلاستيك وزاد حفزنا باش نطوروا اكثر العمل نتاعنا. شكرا نضال، شكرا على استعراض الجميل هذا لنشاطاتكم في تونس، ويعني احنا نتابعكم باستمرار، واعتقد بان جهودكم مع النشطاء في تونس ومع مؤسسات المجتمع المدني فعلا كانت مبهرة بالسنوات الأخيرة. شكرا نضال. يعني زميلتنا فاطمة مضطرة للمغادرة لظرف شخصي، لكن فاطمة قبل أن تغادري أعلم بأنها ليست فترة الأسئلة والأجوبة، لكن أريد أن أطرح عليك سؤال من إحدى أسئلة الجمهور. هناك سؤال: هل بالإمكان توضيح الأضرار الناجمة عن استخدام البلاستيك في الوطن العربي، وما هي المقترحات للتغلب على هذه المشكلة؟ هناك غياب للوعي لدى المواطن العادي في أضرار استخدام البلاستيك، بل على العكس تولدت عادات وممارسات جديدة تعزز من استخدام البلاستيك في كل مناحي الحياة، وأعتقد أيضا في كورونا يعني استخدامنا للبلاستيك ممكن يكون زاد. فإذا ممكن تشاركينا رأيك قبل أن تغادر. شكرا. شكرا يا نضال، وآسفة على أنني اضطررت لأسباب شخصية أن أغادر. سأقوم بالإجابة على هذا السؤال. نعم، في الواقع هذا سؤال كبير. في المغرب هي قضية شائكة، الشعب لدينا ليس مستعدا بأن يذهب لخيارات أخرى، لأنهم يعتقدون أن البلاستيك أفضل خيار لعدة أسباب للأسف. ومن هذا المنطلق من وجهة نظرنا ووجهة نظر شركائنا نقوم بتقديم أو تسليط الضوء على خيارات أخرى. على سبيل المثال ندعو للتقليل من استخدام الأنابيب البلاستيكية، ونحاول أن نقنع الناس بأن يحضروا معهم أنابيبهم الخاصة. إذا تم التقليل من استخدام البلاستيك لمرة واحدة يكون هذا إنجاز. للأسف في المغرب نستخدم البلاستيك في كافة المناطق في كل مكان، حتى للطماطم وغير ذلك تم استخدام الأكياس البلاستيكية للأسف. ولهذا السبب نحن نحاول إقناع الناس بأن يمرروا ممارسات يومية جديدة لكسر العادة. على سبيل المثال عدم شراء الأكياس البلاستيكية بعد إنهاء عملهم، والتقليل من
استخدام البلاستيك في شراء الماء أو الفواكه والخضروات وغير ذلك، وأن نعطي الناس محفزات للتقليل من استهلاكهم عفوا للأكياس البلاستيكية. يجب أن نكون مقنعين أن نحن أدركنا ذلك. على سبيل المثال في السوبر ماركتات يتم استخدام الأكياس البلاستيكية حتى اليوم للتغليف، ولهذا السبب نحن في المغرب لدينا اتجاه بأننا أن نستخدم الأكياس البلاستيكية عند شراء كميات هائلة من الخضروات وغير ذلك، ولذلك نحن نعمل ضمن جهود حثيثة لإقناع الناس بالتقليل من استخدام الأكياس البلاستيكية. ولذلك السبب نحن نركز على الرفع من مستوى التوعية لدى الناس الشعب. من المهم جدا أن يطبقوا هذه الممارسات في حياتهم اليومية، ومن خلال ذلك رأينا بأنه يمكن التعزيز من مناصرتنا لإحلال التغيير العالمي والإقليمي والمحلي. سأبقى هنا لخمس دقائق أو عشر دقائق إضافية، فإذا لديك أي أسئلة فالرجاء طرحها. لكن على الأقل نبدأ في الوعي، وكما يعني قال المتحدثين والمتحدثات سابقا، يعني على مستوى السياسات مهم جدا يعني أن يكون هناك نظام. فأنا مش هترك الرأي في هذا الموضوع، لكن المشوار طويل بعد الشيء أعتقد. متحدثنا القادم أيضا من المغرب، نبقى في المغرب، أيمن رشيد هو باحث وناشط بيئي ومستشار مستقل من المحمدية في المغرب. في عام 2017 وبدافع الرغبة في التغيير، أيمن قرر إعطاء معنى لالتزامه المدني من خلال العمل لأجل معالجة مشكلة التلوث البلاستيكي، على الرغم من وجود العديد من الأولويات الأخرى فيما يتعلق بالقضايا البيئية، إلى أنه على قناعة بأن البلاستيك يشكل تهديداً كبيراً، بالأخص على الأكثر من 800 نوع مخلوق بحري، وهو عاملاً أساسياً في انقراضها، إلى جانب العديد من النشطاء الآخرين الذين يقودون الحركة البيئية في المغرب. يعتقد أيمن أنه يجب اتخاذ تدابير صارمة على طول سلسلة قيمة البلاستيك، بدءاً من استخراج المواد الخام وحتى التخلص من النفايات وفحص مياه الصرف الصحي مياه الأمطار. من الأعمال التي تتعلق بالبلاستيك التي قام بها أيمن مشروع بي أوشن، مراقبة وتحليل لنفايات الشاطئ على ساحل المحمدية، وبانوراما إدارة النفايات في المغرب بالتعاون مع زيرو زبل ومؤسسة هنرشبل الرباط، وأيضا لديه مساهمة في أطلس البلاستيك، النسخة العربية، نسخة شمال أفريقيا، شرق الأوسط وشمال أفريقيا. عنوان المداخلة اليوم لأيمن هي معالجة التلوث البلاستيكي، ما هي السبل؟ أيمن، يمكنك الإجابة على هذا السؤال، وأعتقد أن العديدين يريدون سماع ما هو الحل، فتفضل. شكرا يا نضال. يا نضال، مرحبا بكم. مثل فاطمة الزهراء أنا أود أن أعتذر على لكنتنا العربية المعقدة، لهذا السبب لتفادي اللهجة سأتحدث باللغة الإنجليزية. شكرا جزيلا على الترجمة الفورية. أنا مسرور جدا بأن أكون هنا معكم على هذا الإطلاق الإلكتروني للأطلس البلاستيكي الإلكتروني إصدار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سأقوم بمشاركة شاشتي. هل يمكنكم رؤية الشاشة؟ نعم نراها. شكرا يا نضال. بعد الأمر، من خلال العرض الذي سأقدمه سأوفر لكم نظرة عامة عن قطاع البلاستيك وإعادة تكرير البلاستيك، وأيضا النهوج التي نطبقها كجهات للمجتمع المدني للتعزيز من الإدارة الفضلى للبلاستيك، وسأتحدث عن تجاربنا والفرص المتوفرة فيما يتعلق بهذا الشيء. بعد الأمر
مساهمتي في الأطلس البلاستيكي كانت ضمن إطار بحث ودراسة سوياً مع هاينريتش بول. كما قالت فاطمة، هناك مؤسسة غير حكومية تعمل على التعزيز من إعادة تكرير البلاستيك، نعمل سوياً مع هاينريتش بول من خلال مقابلات مع مدراء الشركات وتجار الجملة وغير ذلك. قمنا بالتقصي ودراسة استخدام البلاستيك في كافة أنحاء المغرب. تم الحصول على البيانات والمعطيات المرتبطة باستخدام البلاستيك. بعد الأمر أود أن أقدم نظرة عامة عن قطاع البلاستيك في المغرب. هذه المؤسسات التي تم الحديث عنها من مؤسسة WWF حول إعادة تكرير البلاستيك، حول أيضا الحديث عن إنتاج البلاستيك وإنتاج وتبلور إنتاج البلاستيك وتبلور النفايات ورميها في المكبات، في حين أنه فقط 45% من تلك النفايات يتم إعادة تكريرها. وهناك أكثر من 180 مكب للنفايات. الجزئية الأهم مرتبطة بإعادة تكرير تلك النفايات. إذن يتم تجميع تلك النفايات الهائلة، تقريباً 200,000 طن من البلاستيك يتم إعادة تكريرها. إذن 60% من تلك النفايات يتم إعادة تكريرها ضمن أطر محددة. هناك ملايين الدراهم التي يتم صرفها لإعادة تكرير النفايات البلاستيكية. كميات النفايات البلاستيكية في المدن هي بشكل عام من المكبات. حسب تقديرنا 66% في المدن وتقريبا 40% أو 50% من تلك في مناطق أخرى غير المدن. هذه المخطط، هذا هو المخطط بشكل عام حول الاستعادة، مخطط مواجهة هذه الخطة. هناك موضوع الحظر الذي تم، حظر الاستيراد والتصدير. على سبيل المثال، حظر تصدير تلك المواد البلاستيكية إلى أوروبا وآسيا. إذن هناك شركات معنية تقوم ببيع تلك المواد لشركات إعادة التكرير، ويتم تحويلها إلى بضائع من هذا النوع، مواد من هذا النوع، إعادة تدويرها أو إعادة تكريرها وإعادة تصنيعها وتصبح بهذا الشكل. سأتحدث قليلاً عن الإجراءات والممارسات التي نوصي بها بناءً على تجربتنا. تعلمنا ما يلي: أن هناك بعض الحلول ذات الأثر الكبير التي أختصرها بأربعة نقاط. أربع نقاط، نعم. أول شيء تعزيز السوق والاتفاقيات المالية كجزء لا يتجزأ من مسؤولية المنتجين.
وأيضا فيما يتعلق بتصدير واستيراد المواد البلاستيكية وضع قيود عليها ضمن إطار صندوق حماية البيئة، ولكن للأسف لم نرى أي مشاريع حتى الآن تعمل ضمن إطار تعزيز وحماية البيئة. ثانيا هناك موضوع موضوع التصنيف، التصنيف المرتبط بالمنبع، سأتحدث قليلا عن هذا الجانب. في المغرب هناك تعاونية اسمها تعاونية التوافق أو التعاون، تعاونية التوافق تعمل أو أدت للتقليل من المواد الضارة البلاستيكية الضارة. هناك أيضا منتدى لافارج، المعني بهذا الشيء. هناك أيضا برامج مراقبة النفايات، هذه النقطة الثالثة. وهناك مؤسسات بيئية داعمة لتلك البرامج والتعزيز من هذا من خلال المعطيات. هناك نشرة فيها 26 صفحة، دراسة فيها 26 صفحة أظهرت أن 85% من النفايات الموجودة هي بلاستيكات، مثل النفايات البلاستيكية وغيرها من المواد البلاستيكية والأكياس البلاستيكية. سأتحدث عن تجاربنا وأيضاً الفرص. هناك مرافق لاستعادة المواد البلاستيكية حدثت في الفلبين والأرجنتين ودول أخرى ليست أفضل منا اقتصادياً. عملية تجميع النفايات يتم عملها هناك من الباب للباب، كما نقول من الباب للباب، وهذه فرصة لخلق وظائف العمل في الأحياء المختلفة، وهناك إمكانية لتطبيق تلك الأنظمة سوياً أو بالعمل والتعاون مع البلديات. هناك أقادرية وحسينية وغير ذلك أو حسين ومدن أخرى تعمل على هذا المنحة في المغرب. إذن هذا هو نموذج لإدارة النفايات بأفضل الطرق وهي غير مكلفة ماليا. أود أن أنهي باختتام أو استنتاج، أنا وافق الرأي بأن الشركات وخاصة الشركات البلاستيكية تريد أن تزيد من أرباحها قدر الإمكان، وهذا غير أخلاقي في بعض الأحيان، ولكن على الرغم من ذلك هذا غير مقبول حتى في القطاع البلاستيكي وغير ذلك. أعتقد أنه يجب حل المشكلة كليا، يجب تمرير ممارسات تدعو إلى النفايات الصفرية، صفر نفايات. ولهذا السبب يجب أن نرفع من مستوى التوعية من خلال ورشات العمل والحملات المختلفة لتغيير العقلية والثقافة، وأن ندعو الناس بأن يساعدونا في التقليل من النفايات البلاستيكية قدر الإمكان. شكراً. إذا توفرت لديكم أي أسئلة فالرجاء عدم التردد في طرحها في العلبة المسماة تشات بالأسفل. شكراً أيمن، وسنوجه الأسئلة لكم بعد الانتهاء من المداخلات.
الآن نذهب إلى الأردن إلى فرح عطيات. بدأت فرح العمل كإعلامية منذ عام 2002 في عدة وسائل محلية وعربية وعالمية. انضمت إلى صحيفة الغد الأردنية قبيل انطلاقها في عام 2004، وتتولى فرح من خلال عملها كصحفية في قسم المحليات في الصحيفة مهام تغطية قطاع البيئة وكافة القضايا والشؤون المرتبطة به منذ أكثر من 10 أعوام. كما وحصلت على العديد من الجوائز العربية والدولية على الأعمال الصحفية التي قامت بنشرها، مثل جائزة المسابقة الإقليمية للشباب الصحفيين حول قضايا حماية طبقة الأوزون، والتي تابعة لإحدى برامج الأمم المتحدة للبيئة، وجائزة تقديرية للصحافة الاستقصائية البيئية من قبل الاتحاد الدولي لحماية البيئة. وقد تم منحها مؤخراً لقب سفيرة فلسطين ليوم الأرض من قبل شبكة يوم الأرض العالمية بعد مشاركتها في فعاليات الاحتفال الذكرى 50. حصلت فرح على شهادة الماجستير في عام 2019 في مجال الصحافة والإعلام الجديد. تعمل فرح كمدربة إعلامية منذ عام 2013، حيث حصلت على شهادة تدريب مدربين من منظمة الاعتماد IAO. كما عملت سابقاً في عدة تلفزيونات ومحطات تلفزيونية عربية. فرح هي صاحبة التقارير البيئية المميزة في الأردن، كان لها مساهمة في هذه الطبعة العربية، كانت واحدة من 7 مساهمات إقليمية. فرح تقاريرها دائماً تتضمن يعني مواضيع حساسة، تتناول مواضيع حساسة في الأردن، وهي جريئة في تناولها وفتح المجال للنقاش فيها. فيسعدني أن أقدم لكم فرح عطيات. تفضلي فرح. شكرا نضال يعني لهذا التقديم، وطبعا شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لي لأني أنا أكون أساسا مشاركة يعني معاكم بهاي التجربة اللي جدا هامة بعتبرها، ولمؤسستكم دائما اللي يعني من المؤسسات الضليعة بالاهتمام بالشأن البيئي. فأنا اليوم بدي أتحدث عن الواقع بالأردن، الفرص والتحديات اللي بتتعلق بشأن النفايات البلاستيكية، وبدنا نحكي شوي عن الواقع الحالي الموجود في الأردن. طبعاً يعني إحنا يمكن الأردن من الدول اللي خلال هاي الفترة، وخلينا نحكي بال 2019 وقبل، للأسف لأنه هاي الأرقام اللي هي متوفرة حاليا لدينا من وزارة الإدارة المحلية سواء أمانة عمان الكبرى أو وزارة البيئة وما إلى ذلك، عن حجم النفايات اللي عم بتولد مع اتساع المدن والمناطق الحضرية في الأردن وازدياد عدد السكان وما إلى ذلك. فإحنا لغاية الآن يعني وصلنا لرقم يعني في يعني هو شوي رقم نعتبره إحنا شوي عالي مقارنة بالسنوات الماضية. يعني إحنا تقريبا الآن عم نولد سنويا بنحو 1,662,939، يعني هذا كان في 2019 بحسب طبعا زي ما تحدثت إحصائيات وزارة الإدارة المحلية. طبعا التكلفة السنوية بحسب برضو هذه التصريحات الرسمية لإدارة النفايات الصلبة في الأردن بلغت حوالي 380 مليون دينار أردني. طبعاً زي ما تحدثت يمكن نضال أنه تشكل تقريباً النفايات العضوية من هاي المجمل الكلي للنفايات الصلبة في الأردن 50% من حجم النفايات الكلية تقريباً. طبعاً 16% منها بلاستيكية ومعدلة التغليف طبعاً والقابلة أيضاً لإعادة التدوير، و 15% هي نفايات ورقية، وعندنا 2% من النفايات المعدنية، هذا بحسب تقرير حالة البيئة اللي كان لوزارة البيئة بعام 2016. طبعا احنا الآن ايضا كمان في عنا مشكلة تانية عم بتواجه الأردن بازدياد حجم النفايات، مش بس خلال السنوات الماضية او سنة 2019، ايضا خلال الفترة الحالية بسبب جائحة كورونا والاستجابة لجائحة كورونا. فطبعاً حصلت على بعض الأرقام الواردة من أمانة عمان الكبرى اللي بتحكي إنه إحنا بتقريباً 17 آذار مارس من وقت ما بلشت تقريباً الإعلان عن الجائحة والتعامل معها بشكل كلي في الأردن لغاية 10 أيار مايو الماضي، إحنا وصلنا ل 29 تقريباً 1,000 طن و855 بخلال هاي الفترة. طبعاً هاي كانت زي ما حكيت لأمانة
عمان الكبرى، وهي كانت طبعا اللي بتذهب لمحطة شرق عمان التحويلية. هلا يعني تقريبا احنا معدل، او خلينا نحكي بيبلغ متوسط معدل تولد النفايات للفرد الواحد عندنا في الاردن يعني 0.99 كيلوغرام للفرد الواحد. طبعا باليوم احنا هذا بنحكي بالمناطق الحضريه، لكن إذا بدنا نروح للمناطق الريفية طبعاً إحنا تقريباً 0.87 كيلوغرام للفرد، هذا طبعاً بحسب المجلس الأردني للأبنية الخضراء. وطبعاً إحنا نسبة جمع النفايات الصلبة حالياً تقريباً 90% في المناطق الحضرية و 70% في المناطق الريفية في الأردن. هلأ إذا بدنا نيجي نحكي عن قديش فعلياً من هاي المواد، أو خلينا نحكي للنفايات الصلبة البلدية في الأردن، للأسف ما فيه يعني من وزارة الإدارة المحلية ولا حتى من أمانة عمان الكبرى ولا حتى من أي جهة، للأسف لأنه إحنا عندنا متعلقة بالفرز، يعني إحنا ما عندنا فرز للنفايات في الأردن، سواء من المصدر أي من النفايات المنزلية لحتى وصولاً لما توصل هاي النفايات للمكبات والوحدات المعالجة الخاصة فيها. فهذا هو شوي يمكن اللي إحنا ما عندنا رؤية واضحة فعلياً كيف حتى ممكن نتعامل مع هاي النفايات البلاستيكية. يعني وإحنا نعرف يعني قديش إلها هي تأثير، خلينا نحكي سلبي، على الموارد الطبيعية، على التربة، على المياه. وطبعاً بس للأسف زي ما حكيت إحنا ما زلنا بعيدين جداً جداً عن هذا الموضوع. طبعاً لما أنا رجعت وتحدثت مع خلينا نحكي مع المسؤولين من وزارة البيئة ووزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى اللي بتتعامل مباشرة، وحتى البلديات اللي بتتعامل مباشرة مع هاي النفايات عشان أحصل على بعض الأرقام الخاصة في مادة اليوم أو المادة المنشورة في الأطلس، للأسف كانت في تقاذف في المسؤوليات. يعني في وزارة البيئة بتحكي هذا الموضوع مش عندنا، هذا الموضوع عند وزارة الإدارة المحلية وعند أمانة عمان الكبرى، لأنه هم اللي بيتعاملوا مع النفايات البلدية. إحنا أكثر عندنا معلومات أكثر عن النفايات الخطرة، النفايات الطبية، إحنا ما بنقدر نحصر قديش بالضبط حجم النفايات البلاستيكية اللي بتتولد في الأردن. ولما نروح لأمانة عمان ووزارة الإدارة المحلية بيحكوا لك إحنا ما عندنا هاي الأرقام، إحنا فقط عندنا التوتال زي ما تحدثت، لأنه أوريدي إحنا ما عندنا أشياء لها علاقة، أو خلينا نحكي بروسيس لها علاقة في الفرز. طبعاً إحنا في الأردن أساساً هذا القطاع بواجه تحديات كبيرة، تحديات لها علاقة بارتفاع معدلات النمو السكاني اللي وصلت نحو 2.2 طبعاً نتيجة الهجرات القصرية اللي حدثت بالفترات الأخيرة. إحنا في عنا تزايد في عمليات التصنيع، وكل هاللي بتأدي لتوليد أحجام كتير كبيرة من النفايات اللي أساساً هي منتجة من مصادر زراعية بلدية إنشائية صناعية مختلفة من الموانئ كذلك. طبعاً يمكن اللي أكثر زاد زي ما حكيت أنا تحدثت في البداية هو وباء كورونا المستجد اللي تسبب في زيادة تفاقم تحديات إدارة النفايات. ويمكن إحنا كمان لازم إنه نتطرق إنه كمان إحنا عنا هلا مشكلة كتير كبيرة بجائحة كورونا، إنه ذات خلينا نحكي صار في اعتماد كتير كبير على اللي هو البلاستيك ذات الاستخدام الواحد، اللي أساساً الآن منظمات خلينا نحكي برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمات أممية عم تتحدث قديش زادت معدل الاعتماد على البلاستيك ذات الاستخدام الواحد، لأنه في له طبعا بروسيس حكينا اللي هي من ابتداء من المستشفيات، كيف بتعاملوا طبعا، كيف بيستخدموا القفازات، كيف بيستخدموا المواد المعدة من البلاستيك، انتهاء حتى احنا كمواطنين قديش زادت اعتمادنا على البلاستيك، الأكياس البلاستيكية لما بنجيب منتجاتنا، وقديش لأنه احنا طبعا ما بنقدر نتناول بعض المنتجات زي ما كنا زمان بالإيد، لازم نحطها في هاي الأكياس البلاستيكية بعدين انها توصل لبيتنا نعمل عمليات التعقيم. فهم تخوفوا متخوفين انه قديش هاي ممكن انها تراجع حتى في الأردن، مش بس يعني فقط بالأردن، حتى بالعالم العربي قديش ممكن إنها تعمل على إرجاعنا لخطوات كتير سابقة بين التعامل مع هاي النفايات البلاستيكية، وأنه كل الجهود الدولية للحد منها ممكن للأسف بسبب هاي الجائحة تأثر عليها. لكن ما زال هناك
يعني دائما نداءات من 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 هذه المنظمات ومن دول العالم انه احنا برضو ما لازم نتخلى عن البروسيس المتعلقه بانه احنا نحاول انه نحد من الاستخدام للبلاستيك ونجد بدائل صديقه للبيئه لا تاثر على صحه الانسان ولا تاثر حتى على البيئه اللي عندنا. طبعا بدي اتطرق شوي للواقع التشريعي في الاردن، قد احنا كيف بنتعامل مع موضوع النفايات الصلبه وحتى البلاستيكيه في الاردن؟ هلا احنا بالمجمل كانت وزاره الاداره المحليه، هذا اول بدايه لما اشتغلنا بال2015، كانوا اطلقوا استراتيجيه وطنيه لاداره النفايات الصلبه، طبعا وهي حطت لها خطه تنفيذيه كانت لازم تتنفذ لل2024. طبعا نتجت عنها تعليمات عديده، عندنا كمان تعليمات اداره النفايات الصلبه، هاي نشرت في الجريده الرسميه. طبعا احنا بس بدي احكي شغله انه احنا سلطه منطقه العقبه الاقتصاديه لها قوانينها خاصة. تمام، باعتبار انها سلطة خاصة وإلها قوانين بتتعلق بالنفايات، وهي إلها أيضا تعليمات، وهي أصدرت أساسا نظام اسمه نظام لحماية البيئة في عام 2001، وهذا كتير تضمن من الإجراءات المتعلقة بجمع القمامة وما إلى ذلك، بس برضو ما عندهم إشي خاص له علاقة في البلاستيك عشان نكون واضحين في هذا الكلام. هلا طبعا بالتسلسل في كمان بال2015 برضو هذا بمحافظة العقبة كان لهم اللي هو بدل جمع القمامة والنظافة العامة كانوا ياخذوا بدلات ورسوم رمزية على هذا الموضوع. هلا كانطلاق عشان نتعامل مع موضوع البلاستيك في الأردن، كانت أول بادرة يمكن شوي من وزارة البيئة اللي هي بإصدار نظام استيراد وإنتاج وتداول أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل عفواً. هذا كان في 2017، كانوا هم منعوا استيراد أي نوع من أنواع أو حتى إنتاج أي نوع من أنواع الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، وكان على أساس أنه يتم استبدالها وأعطوا مهلة للمصانع عنا اللي بتنتج مثل هاي أنواع من الأكياس البلاستيكية بأنه تستبدلها بتحول إنتاجها للأكياس اللي هي قابلة للتحلل. طبعا في إلها معايير وفي إلها بهذا النظام موجودة هاي المعايير، قديش لازم تكون، شو نسبها، شو المواد المستخدمة اللي فيها. لكن للأسف من 2017 لل 2018 خلينا نكون واضحين لم يكن هنالك تطبيق لهذا النظام على أرض الواقع. كانت الأكياس ما زالت يتم تداولها في المحلات التجارية وحتى يتم تصنيعها من هي نفسها الأكياس اللي إحنا بنستخدمها لغاية هذه اللحظة. لكن صار في شوي تحرك بال 2019 من قبل الوزير اللي في حكومة تصريف الأعمال حاليا وصالح الخرابشي بأنه لازم إحنا نستخدم أو نطبق هذا ونفعل هذا الإجراء، لكن للأسف حتى مع تفعيل هذا الإجراء ما زال في حديث كثير من الخبراء إنه أين تذهب هذه الأكياس اللي بيتم جمعها وضبطها في حال إنه المصانع ما التزمت بهذا النظام، في حال المحلات التجارية ما التزمت، وين بتروح؟ كيف يتم معالجتها؟ وأين تذهب؟ هل تذهب بالمكبات النفايات العادية؟ فللأسف برضو حتى البروسس في هذا الموضوع غير واضحة. الإشي اللي إيجابي الآن واللي بيتم الحديث إنه يمكن هو يكون فعليا انطلاقة للأردن بموضوع النفايات وعملية الفرز اللي هو القانون الإطاري لإدارة النفايات العامة اللي أقره مجلس النواب بالعام الحالي. طبعا هو في ضمنه عدة إجراءات، في ضمن عدة تشريعات، صدر عنه عدة تعليمات الآن من وزارة البيئة عفوا، مثل نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات، في عنا مسودة تعليمات مسؤولية المنتج الممتدة، مسؤولية تعليمات مسودة تعليمات إنشاء مكبات النفايات الصحية وما إلى ذلك. هلا هم بيعتبروا إنه هذا إن شاء الله يكون انطلاقة، لأنه هو أساسا حاطط من ضمن البنود الخاصة فيه إنه كيف بده يصير فيه عملية الفرز للنفايات وكيف بدها تكون البروسيس تبعها. لكن طبعا احنا ما زال في عندنا كمان، بس بدي احكي اخر شيء، يعني هذا اخر شيء بدي اتحدث فيه، انه احنا عندنا مبادرات في الاردن بس هي مبادرات بسيطه ولا ترقى تكون ضمن مستوى الطموح. طبعا امانه عمان عم بتنفذ عده مشاريع،
ومن ضمنها مشاريع بمناطق محددة لإعادة فرز النفايات من المصدر، وإنه بمناطق عشان تعامل مع البلاستيك وإعادة تدويره. وفي مبادرات فردية بتصير من شباب عنا في الأردن، مثل عنا جرين جو، هذا تطبيق أطلقه شباب مهندسين بيقدروا يجمعوا النفايات من الناس ويبيعوها. في عنا بعض المنظمات الدولية، يعني بعض المنظمات المحلية، لكن إحنا زي ما حكيت لسه بحاجة نحط حلول فعليا على أرض الواقع تطبق، من تشريعات وإرادة سياسية، هذا إشي كتير مهم، بالإضافة لتوعية الناس، وأن يكون في عن جد مبادرات فعلية على أرض الواقع، لأنه عنا إحنا للأسف زيرو التوعية. بتيجي حملات من الوزارات، يعني بس بتكون لفترة بسيطة، بعدين هاي الحملات بتنتهي، وللأسف ما بنشوف إلها أثر ممتد على المدى البعيد. فإحنا مشكلتنا إحنا بنبروسس طويل الأمد، وهذا اللي إحنا بنتمناه من الحكومة يعني الأردنية أو حتى حكومات الدول العربية. أنا بشكركم كتير وعذرا للإطالة. شكرا فرح، شكرا على تشخيصك والوضع في الأردن، ونتمنى لك التوفيق أيضا في الاستمرار في إصدار هذه التقارير الصحفية اللي بتطلع بشكل مستمر. في بعض الأسئلة موجهة لك ولجميع المشتركين، لكن لدينا ختامها مسك مع دكتور مهندس زياد أبي شاكر من لبنان. أول شيء تحية باش مهندس، شكرا على قدومك معنا، وتحية لجميع الإخوان في لبنان. يعني مهندس زياد، لو بدي أقرأ السيرة الذاتية يمكن أحتاج إلى ساعة كاملة يعني لأعطيك حقك الحقيقي يعني، لكن سأقرأ بعض مقتطفات لمنجزاتك. زياد مهندس متعدد تخصصات، لديه شهادات هندسية في الهندسة البيئية والصناعية والتصنيع الغذائي من راتجرز يونيفرسيتي بنيو جيرسي. هو متخصص في إعادة التدوير البلدية على مستوى المجتمعي كبديل لاتجاه مصانع إعادة التدوير المركزية الكبيرة الضخمة. أثناء إجراء الأبحاث في جامعة روجرز، طور فكرة فريقه تقنية لتسريع دورة التسميد للنفايات العضوية بطريقة عديمة الرائحة لإنتاج سماد عالي الجودة. إبان عودته إلى لبنان في عام 1996، أسس سيدر إنفيرمنتال، وهي مؤسسة هندسية متخصصة في إنشاء مصانع معالجة وتدوير نفايات على نطاق البلدي، وقد قاموا ببناء حتى الآن 11 مصنعاً لمعالجة النفايات. وهو من مؤسس أول مركز أبحاث تطويرية بموضوع المعالجة، تقنيات المعالجة البيئية في الشرق الأوسط. لديه عدة براءات اختراع يعني مسجلة له، منها عندما قاد فريق لتسريع تخمير المواد العضوية وتحويلها إلى سماد عضوي، حيث تم تسجيلها في وزارة الاقتصاد اللبنانية عام 2004. ولديه قام بتطوير تقنية إيكو بورد، وهي ألواح بلاستيكية صلبة مصنوعة من تدوير أكياس البلاستيك والعوادم، وحصل على إثرها على جائزة إنرجي جلوب من النمسا. والجوائز تعد ولا تحصى، يعني لا تعد ولا تحصى يعني كثيرة جدا، منها جائزة البيئة في الشرق الأوسط لعام 2001 فورد فاونديشن، جائزة تقدير وإعزاز من جامعة الدول العربية في مصر عام 2006، وغيرها الكثير من الجوائز. يعني لمن يريد معرفة المزيد من الابتكارات والجوائز لمهندس زياد، الرجاء النظر إلى سيرته الذاتية على الإنترنت، أعتقد قد تجدون بعض المعلومات الإضافية. مهندس زياد، شكرا على حضورك، تفضل. تسلم، الله يخليك. مساء الخير للجميع. يعني بحب بلش بسلايد. أنا للصراحة يعني مش حابب أنا أكون شو بيقولوا بالإنجليزي، بيقولوا the black sheep. أنا من القلائل اللي معجبين بمادة البلاستيك. نحن عايشين، بتعرفوا البشرية مرقت بعصور كانت تسمى هذه العصور على المادة يلي هي أثرت أكثر شيء بالعصر، يعني العصر الحجري، العصر الحديدي، العصر البرونزي. نحن اليوم شئنا أم أبينا نحن نعيش بالعصر البلاستيكي. نحن كبشرية اخترعنا مادة، اكتشفنا مادة، ركبنا مادة اسمها البلاستيك، وهي كانت عنصر
كتير كتير مهم وكتير فعال بتطور البشرية للتطور اللي نحن اليوم وصلنا له. بحب ذكركم إنه المشكلة مش بالبلاستيك، المشكلة بإدارة البلاستيك، المشكلة بالناس، بالحكام، وبالمستهلكين. بلشت الحديث ليلي عطيت سلايد فرجت فيه من هم كبار منتجي البلاستيك في العالم. كبار منتجي البلاستيك في العالم هن أكبر شركات نفط. أكبر شركات النفط اليوم عندهم شيء اسمه لوبي، The Petroleum Lobby، يلي يقال إنه هو حاكم العالم اليوم. Petroleum Lobby هو يلي بيدفع الحكومات إنها تعمل حروب كرمال البترول. اليوم ما في حدا يتصور إنه اليوم في عنا حل لموضوع البلاستيك إلا ما يكون في ثلاثية، ثلاثية تتحمل المسؤولية. البروديوسرز يلي هن الشركات هول مجبورين. اليوم البلاستيك is artificially cheap، artificially سعره المزبوط كتير متدني. يجب فرض ضريبة تدوير على كل واحد بينتج، على كل الشركات يلي بتنتج البلاستيك. وهون منفوت بدور اللوبي يلي هو دايماً عم بيمنع أي حكومات أو أي مبادرات حول العالم بفرض ضريبة تدوير على البلاستيك. المسؤول الثاني هو البلديات والحكومات المحلية يلي هي مجبورة تخلق بنية صناعية تحتية لإدارة المخلفات البلاستيكية والمخلفات عادةً. وبالأخير المسؤولية تقع على المستهلك. فينا نضلنا نعمل حملات توعية من هلأ لخمسين سنة لقدام ومئة سنة لقدام، ونقله للمواطن والمواطنة ما ترمي البلاستيك هون وما تعمله، وين بدهم يروحوا بالبلاستيك، شو بدنا نعمل فيه. إذا البنية الصناعية التحتية منا موجودة، كل التوعية ما إلى لزوم وما إلى طعم. أوكي؟ سو خلينا نكون كتير واضحين بهون. بحب كمان أعمل رفرنس اللي قالته بتينا عن The movie The Graduate، لما قال The future is plastic. Our future right now is plastic recycling. وشفنا بالأرقم يلي تم تداولها قديش البلاستيك ريسايكلينج ريت متدنيين. رح فرجيكم هلأ شوية بطريقة كتير مقتضبة الأبحاث يلي إلي أنا 30 سنة بعملها. نحن مش عم نعمل بس أبحاث، نحن بنعمل أبحاث. أنا مهندس صناعي، أنا مهندس بيئي بالأساس، ولكن كمان أحمل إجازة بالهندسة الصناعية، وعندي ماسترز إنجينيرينج كومبينيشن إنفيرومنتال مع إندستريال. واللي عم نحكي اليوم منه شعر، يعني نحن العرب مشهورين إنه بنعمل شعر كتير حلو. يلي نحن عم نقوله اليوم هن أبحاث صناعية وبيئية انعملت، وراح الستيب الثاني كان تطبيقات صناعية رح فرجيكم إياها اليوم كلها. ما في صورة رح فرجيكم إياها اليوم، نحن جايبينها من الإنترنت. هيدي كلها مشاريع نحن قمنا فيها ونقوم فيها وسنستمر بالقيام فيها بلبنان حالياً. وبتعرفوا كلكم أنه لبنان اليوم هو بأزمة نفايات حادة كتير. الأزمة منا تقنية. على فكرة أزمة البلاستيك العالمية منا تقنية. إذا كان في مهندسين قدروا اخترعوا كيس بلاستيك، أكيد في مهندسين قادرين يخترعوا طريقة شو نعمل فيه لهالكيس البلاستيك. أوكي؟ المشكل منه تقني أبداً. المشكل هو تشريعي، وهو مين بده يفرض هالضريبة ومين بده يقبضها على إعادة تدوير البلاستيك. وبالمبدأ جميع أنواع البلاستيك هي قابلة للتدوير، جميعها بدون استثناء.
المشكل الوحيد هو هل عندنا الانتلكتشوال كيريوسيتي والاموال لتطبيق هيدول الابحاث على طريقه صناعيه للخروج من هالازمه هي. ببدا اول سكرين لمهندس احترمه كثير الله يرحمه اسمه باكمنستر فولر، يلي هو خلق فلسفه اسمها انه لازم نحصد. ما في شيء اسمه تلوث، تلوث هي مواد نحن ما بنعرف قيمتها ونحن عم نتركها تلوث وتأذي الصحة، لأنه نحن ما بنعرف قيمتها الفعلية وقيمتها مش بس الاقتصادية، حتى قيمتها البيئية وقيمتها الصحية. أوكي؟ وأنتقل مباشر إلى الأبحاث اللي عملناها على البلاستيك بلبنان. اوكي، ما عم بتشوفوا السكرين تبعنا مزبوط؟ حدا يعطيني بس رنار. اوكي، واضح. طيب اليوم اكبر صناعات تدوير البلاستيك هي البي اي تي، يلي عملوا فيها شيء اسمه داكرون فايبر. اوكي، واليوم الداكرون فايبر هي تستعمل لانتاج الاقمشه ولعمل الثياب. وهون يلاموا انه طيب بس نعمل اقمشه والاقمشه انخزقت، شو عم نعمل فيها؟ عم نكبها. هيدا شيء كمان مش مزبوط. هالاقمشه هيدي لازم ترجع على الريسايكلينج وترجع تعمل فايبر وترجع تنعمل الواح، لان هلا رح فرجيكم شو عملنا ابحاث فيها ووين عم نقدر نستعملها لامد كتير طويل. الهاي دنسيتي بولي اثيلين له تطبيقات كثيره ما رح ندخل فيه، تقريبا كل البلدان العربيه عندها هالتصنيعات هيدي. ولكن اليوم اخذنا الداكرون فايبر هيدي وربينا عليها بكتيريا، ربينا عليها بكتيريا واستعملنا هيدي الفايبر بخزانات إعادة تكتير المياه المبتزلة. هالبكتيريا هيدي قادرة تعيش على هالمادة البلاستيكية، وهالمادة البلاستيكية بتضاين 500 سنة. فإذا عم نخلق طرق لمعالجة المياه المبتزلة مستعملين البلاستيك يلي يعاد تدويره إلى أمد كتير طويل. من ربع عليه بكتيريا، وهالبكتيريا هي بتاكل المادة العضوية الموجودة بهالماء وبتساهم بإعادة تدوير. طيب الشغل الكبير يلي عملناه هو على بقايا البلاستيك يلي يزعم إنه ما إلى تدوير. مشكلة هالبلاستيك هيدا هو إنه خفيف. It needs densification. لازم تكثيفه. وهون نعمل الشغل على خلق واختراع ماكينات تقوم بتكثيف هيدا البلاستيك. ونفهم هالبلاستيك كيف بيتفاعل وكيف لازم ينخلط. وخلقنا منه هالألواح يلي هي كلها مصنعة من بلاستيك أحادي الاستعمال ومننتجهم بكميات اليوم صناعية، مننتج كميات يومياً كتير كتير كبيرة. وشو بنعمل بهالألواح هيدي؟ هالألواح الإنالة ثلاث استعمالات بيئية كبيرة. بنعمل شيء اسمه Vertical Planting Walls يلي هون مبينين هالألواح مثل ما انكم شايفين. نعمل structures ونحط فيهم تراب وتم زرعهم، وهودي منحطهم على الطرقات ببيروت وبمناطق كتيرة لمكافحة البطون، وهول عم نحطهم على أسطح البنايات لخلق مساحات زراعية. عملنا بهالألواح كمان مستوعبات لشيء سميناه street recycling bins.
وهودي كمان منحطهم على الشوارع ومنخلي الناس تستعملهم لوضع المواد اللي تم فرزها. بلشت الحديث بالقول انه البنية الصناعية التحتية لازم تكون موجودة لحتى اذا وعينا هالمواطن او هالمواطنة وقلنا لها اذا بتريدي كيس البلاستيك تبعك تعي بدك تحطيه بهيدا المستوعب لحتى نقدر نحن ناخده على مصانع تعيد تدويره وتتعامل معه بمسؤولية. فاذا هولي هالمستوعبات هولي اليوم رغم أزمة النفايات اللي نحن فيها باللبنان رح قلكن انه قدرنا صار لنا تقريبا 934 يوم في عنا ما يقارب ال 18 موقع 18 موقع حاطين عليهم هالمستوعبات هيدي وصرنا ب 934 يوم لمين ما يقارب 2.5 مليون قنينة مي 685,000 قنينة إزاز ومسترجعين ورق وكرتون تقريبا ما يخلص او ما يوازي 844 شجره. الاستعمال الاخير اللي هو الاقرب الى قلبي واللي انا اكثر شيء هلا عم بشتغل عليه هو شيء اسمه vertical farming urban vertical farming. بدنا نعمل بها البلاستيك يلي اعيد تدويره بدنا نعمل مزارع عامودية بتاخد مساحات كتير قصيرة وفينا نعملها على الأسطح وهيدي بتخلق زراعات مكثفة قادرين اليوم قدرنا نوصل ننتج بمتر مربع واحد ما يقارب 187 شتلة. أوكي؟ هيدي على سطح في مخيمات الفلسطينية ببيروت بمخيم برج البراجني واليوم قادرين نستعمل هالأحواض البلاستيكية هيدي بشتى المناطق لشتى الزراعات ونرجع نعيد إلى المدن هيدول كله ببيروت اللي كنت عم فرجيكم إياه خلق صناعات وبزنسز يعني اليوم سفرة هي it's a catering business عملنا لهم vertical farm على سقف البناية تبعهم وصاروا يزرعوا هن شو بيحتاجوا للكيترينج بزنس تبعهم. الحلم تبعنا هو انه ناخد منطقة مثل بيروت ونستعمل هالبلاستيك يلي اعيد تدويره نستعمل نحنا كتير مننتج كومبوست من بقايا النفايات العضوية فهل vertical farms هول هن نستعمل فيهم الكومبوست مع تراب كمان جاي من النفايات ونستعمل فيهم البلاستيك الأحادي الاستعمال لخلق هيدول الألواح وهول الستركتشرز ونأمل يوما ما أنه نرجع نخضر أكبر عدد ممكن من بنايات بيروت وإن شاء الله كمان بالبنايات الدول العربية. بختم كمان بمقولة كتير بحبها لباكمنستر فولر ما لازم نكون نحن ضحايا المستقبل نحن لازم نكون مهندسين هيدا المستقبل. نحن اليوم ما بسمع إلا نعب ما بعرف إذا بتفهموا علي كلمة نعب العربي يعني ناس عم بتدق عن البلاستيك. البلاستيك ما عنده إجرين البلاستيك ما بيفرخ له إجرين وبيقرر ينزل على البحر أو ينزل على الوادي. البلاستيك هي مادة جداً ثمينة هي مادة بتضاين 500 سنة هي مادة بتحجب الأكسجين مشان هيك اليوم قدرنا نعمل أكل ونعلبه رغم كل المساوئ يلي عنده إياه بس هيدا نحن عايشين بعصر البلاستيك. يلي بحب حدا بعد يعرف أكثر عن الشغل يلي عم نعمله على اليوتيوب شانل تبعولي في حاطين ثلاث دوكيومنتريز نحن عاملينهم عن الزراعات المدنية عن إدارة صفر نفايات وعن مخاطر محارق النفايات. بشكركم وإن شاء الله ما أكون كتير طولت.
شكرا مهندس زياد، شكرا على هذه المداخلة، يعني تأتي من جانب آخر، جانب تقني وجانب علمي. رغم أنه قد نختلف في بعض الجوانب، أعتقد أنك أثرت نقاط يمكن نقاشها بشكل كبير جدا، لكن نقدر مساهمتك كعامل في من الجانب التقني في عملك في إعادة التدوير، أعتقد أنه جانب مهم. سأعطي الفرصة لليلي لطرح بعض الموضوع بشكل بسيط فيما يتعلق بإعادة يعني بالريسايكلينج، بس في بعض الأسئلة موجودة عندنا. أول إشي، كيف يؤثر البلاستيك؟ رح نسوي جولة من الأسئلة، نعطي الفرصة للمتحدثين ومن ثم نحاول نأخذ جولة تانية، احنا تأخرنا لهلأ، فنحاول لو سمحتوا الأجوبة تكون سريعة. سؤال، كيف يؤثر البلاستيك على صحة الإنسان؟ سؤال من ضافر أمين أعتقد لتونس، هل ترون وجود تناقض في قرارات الحكومة بين منع استعمال الأكياس البلاستيكية من جهة وإصدار قانون لتمكين شركة الإسمنت من استعمال البلاستيك، خاصة أن القرار قد يفتح المجال لعديد الشركات الأخرى لتبرير استعمال البلاستيك؟ أعتقد هذا لنضال. السؤال للجميع، بما يتعلق، لم يتم التطرق لموضوع النوع الاجتماعي، هل النساء هن الحل أم المشكلة؟ أترك هذا السؤال أيضا لليلي. لحظة شوي، عفوا، كيف السبيل للضغط على الحكومات في تبني السياسات البيئية؟ لأن من دون إنفاذ القانون سوف نبقى نراوح مكاننا في ملف إدارة النفايات الصلبة والتدوير. فهذا سؤال للجميع، كيف السبيل للضغط على الحكومات؟ أعتقد أنه جاوبنا عليه إلى حد معين في المداخلات، لكن يمكن لبعض المتحدثين إن أرادوا رد عليه. كان يوجد أسئلة أكثر، سأضيف سؤال إلى فرح بالنسبة لمصادر المعلومات. هناك سؤال من الأردن بخصوص من أين هي مصادر معلوماتك فيما يتعلق بما تحدثت عنه في الأردن. نبدأ بليلي، ثم ننتقل إلى نضال، ثم فرح، ثم أي من المتحدثين. Okay. حسناً. I will be very quick. سأتحدث باقتضاب. كل هذه العروض رائعة، المحاضرات رائعة. أنا لا أتفق مع بعض الرسائل أو النقاط التي عرضها المتحدث الأخير. من وجهة نظري، البلاستيك هي مادة ذات إشكالية كبيرة في الاقتصاد المعاصر، يجب أن نتخلص من البلاستيك كلياً حسب رأينا، ويجب ألا نعتمد على البلاستيك في المستقبل وأن نقلل منه قدر الإمكان. لا يمكننا أن نعيد تدوير البلاستيك للأسف، أنا أعتقد أن هذه وجهة نظري. نحن يمكننا أن نكون وكلاء التغيير وأن نقوم بإحلال التغيير سوياً. فيما يتعلق بدور المرأة في الأطلس باللغة الإنجليزية، هناك فصل كامل يتحدث عن جانب الجندر أو النوع الاجتماعي للمرأة، قضايا أو إشكالية كبيرة فيما يتعلق بالتلوث البلاستيكي خاصة بالكيماويات وغير ذلك، وهناك أعمال محددة للمرأة ووظائف مرتبطة بهذا. نعتقد أن المرأة يمكن أن تكون وكيلة تغيير في هذا الإطار، خاصة أن المرأة ربة الأسرة ولديها الكثير من التأثير على أولادها وغير ذلك، ولذلك يجب النظر للحلول الفضلة على المستوى العالمي. يجب أن نعمل ضمن إطار الحركات البيئية المختلفة، وهذا ما نعتقده باختصار. نعم، هل يمكنني الإجابة بشكل مختصر؟ سأقدر مليا. نعم، أنا أعلم بأنه بالنسبة لغالبيتكم العظمى البلاستيك هي حقيقة سيئة للغاية، لكن نقطة هنا، على المستوى العالمي
لم نقوم ببذل أي جهود جدية لاستغلال واستخدام البلاستيك قدر الإمكان. في أكثر المجتمعات الصناعية مثل أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وغير ذلك، نعم، استخدامات البلاستيك سيئة وصفرية. لقد أعطيتم انطباعاً سيئاً بأنه لا يمكن إعادة تدوير البلاستيك وأن إعادة التدوير لا ليست ممكنة. الحل الوحيد هو إعادة تدوير تلك المواد. لدينا مادة يمكن استغلالها وإعادة تدويرها واستخدامها مدة حياتها طويلة جداً. المشكلة هي أن حكوماتكم لا تقطع للضغوطات من كافة المؤسسات. يجب أن يدفعوا الضريبة، إنجاز التعبير، على ذلك. وهذا بسبب التلوث العضوي أو تلوث المواد العضوية. في أغلب الدول لا توجد خطوات لإعادة تدوير 70% أو 80% أو 90% أو 100% من المواد العضوية، وهم لا يفكرون بإعادة استخدام تلك المواد كسماد أو زبل. يمكن تمرير سياسات من هذا النوع. أنا لا أوافقك الرأي في قولك بأن الحل هو التخلص من البلاستيك قطعاً أو جملة وتفصيلة. أعتقد أننا نوافق على ألا نوافق، أن نتفق على ألا نتفق. سنحول الكلام للغة العربية. زميلي نضال، الأسئلة السابقة، أعتقد أن النقاش السابق يمكن يعني عمل نشاط كامل للنقاش فيه، لكن أعتقد مهندس زياد أطلب منك يعني أنه تطلع على الأطلس بما يتعلق بهذا الموضوع. يمكننا أيضا ترتيب نقاش أوسع. أعتقد نضال تفضل. سوري، هو الحقيقة يعني رأى أنه يلزمني نرجع إلى الإجابة والتفاعل، لأنه فما أنا شخصيا رأى أنه البلاستيك ما مثل ما قالت لي ما عندوش مستقبل، لكن زاد نرجع نشوفوا كم الكمية اللي تمت رسكلتها. وانت ذكرت النقطة هذه في البداية، فقط 10% تمت رسكلتها من البلاستيك منذ سنة 1950 لسنة 2017 حسب الستادي بتاع رولاند جاير. يعني احنا في الأطلس نذكره في شابتر الريسايكلينج، نحكيه على وهم الرسكلة. ويعني إذا كان نحبوا نخضروا المدن نتاعنا ونخضروا العالم العربي، نخضروا بدون بلاستيك. هذه وجهة النظر نتاعي، لأنه حتى في تونس يعني احنا بصدد تنوير الرأي العام لمشكلة البلاستيك، ولكن المشكل زاد من الإنتاج، لأنه احنا كمستهلكين لم نطلب الكثير من البلاستيك، لم نقول قلناش أعطيونا وإلا نحبوا نستعمل أكثر بلاستيك. هذه جت من البروديوسرز، والريسايكلينج عمره ما كان الحل، والإفورتس والإنرجي والماني اللي نحطوهم في فايتينج كلايمت تشينج، في تصدي لمواضيع أكبر وتستحق أكثر إفورتس من أن نمشي وننجو أكثر بلاستيك ونكون موافقين، وبعد نحطوا التمويلات في يعني وهم الريسايكلينج اللي هو يوخر المشكلة اللي ما يقضيش عليه. فيما يخص التفاعلات، أنا كنت أجبت حقيقة زميلي طال على التونسيين اللي سألوا فيما يخص قضية يعني اللي تزر رأي العام في تونس حاليا، اللي هي تغليف الإسمنت بالبلاستيك. هي بتبيعها في تناقض مع القرار الحكومي وتمشي الوزارة، وإحنا قلنا يعني ائتلاف الخبراء اللي يشتغل على المسألة، قلنا أنه هذا يعني تمشي غير قانوني ويمس يعني بمستقبل البيئة في تونس ومستقبل الأجيال القادمة. كيف على مسألة يعني الإمباكت على النساء أكثر من الرجال، هذا ينفسروا في الأطلس، وكنت جاوبت اللي سأل سؤال زادة على التشات. لكن يعني هذا كتقر لسه تفهم أنه هذا يهم يعني مساحيق التجميل، المواد الصحية اللي تستعمل المرأة كل شهر، الكونتنت اللي يستعملهم أيضا في المطبخ وغيره. يعني هوني حاجتنا بالنساء كفاعل، وهذه أيضا المسج اللي قاعدين نحاولوا فيها، نحاولوا أن يعني في تونس نعيو العباد أترافير المسج هذا في تونس.
شكرا نضال. أكيد بعتقد أنه القسم اللي بتعلق في النوع الاجتماعي المقال كان جدا تفصيلي، وخصص كمان المواد الصحية التي تتم يعني تستخدمها النساء وكيف هي مليئة بالبلاستيك، بالتالي تعرضهم للبلاستيك أكبر بكثير من الرجال، بالتالي هم أيضا يتأثرون بشكل أكبر كما هي العادة على ما يبدو. أستاذة فرح، بالنسبة للسؤال الذي يتعلق بالأردن بموضوع المصادر، أعتقد أن هناك هناك ناس يعني يمكن مش مقتنعين أو بس بدهم يعرفوا المصدر، لا أعلم، تفضلي. طب أنا شفت في للسيد صالح والاستفسار. بداية بما يتعلق بحجم النفايات اللي ذكرته اللي هو 1,662,000، هو هذه الإحصاءات اللي حصلت عليها بشكل رسمي من قسم المكبات في وزارة الإدارة المحلية من ست فرح داهود، زودتني بكافة الأرقام اللي للنفايات اللي بتم توريدها ل 19 مكب في الأردن كاملة. بالنسبة لموضوع الجائحة كورونا ومحطة شرق عمان التحويلية، هي من قسم الدراسات والتوعية في أمانة عمان الكبرى من السيد عمر عربيات، تم تزويدي فيها بشكل رسمي. بالنسبة لموضوع قديش النسب اللي هي 50%، أنا ذاكرة هي من تقرير حالة البيئة الثاني لعام 2016، وهو متواجد حاليا ومنشور بشكل رسمي على موقع وزارة البيئة. بالنسبة لموضوع اللي حكيته يمكن تحدثت فيه على كم من كيلو جرام اللي هو للفرد الواحد، هاي بالضبط موجودة من مجلس الأبنية الخضراء برضو ذاكر من وين الإحصائيات. فهي هاي كلياتها الإحصائيات كالعادة أنا بحصل منها من المؤسسات الرسمية، وهم بشكل رسمي عطوني إياها، وأنا يمكن بعتت لنضال عشان هيك إحنا عملنا الإنفوغراف، زودته بهذه الجداول بشكل رسمي على أساس إنه إحنا عم نعمل على أساسها الإنفوغراف. فمن هون أنا حصلت على هاي المعلومات. شكرا فرح. أذهب لأكم من يعني بضع الأسئلة البسيطة قبل أن ننهي هذا اللقاء. بالنسبة لمهندس زياد، what is special about the plastic as a medium to grow the bacteria؟ ما هي أيضا سؤال لزياد، فكرة الزراعة مميزة لبناء البكتيريا. سوري، بس في كمان سؤال زي في بضع أسئلة أخرى. خليني لك بس جيب واحد ورا التاني، واحد ورا التاني لما ننسى. بموضوع الدكرون فايبر، الدكرون فايبر هي مادة مثل السفنج، هي مادة فيها فتحات، بقى لما بتحطها بالمياه المبتزلة بخزانات اللي عم تعمل فيهم مياه مبتزلة، هالبكتيريا بتعيش بقلب هالفتحات اللي موجودين بقلب هيدا الفايبر. وهذا الفايبر مهم كتير لأنه بلاستيكي، لأنه بضاين 500 سنة. بعد ما لقينا كان ولا مادة نقدر نحطها 500 سنة بالماء وما تهتري وما تندثر. بقى لما هالبكتيريا تخلق وتعمل تغلف هالبلاستيك كله وتعيش عليه وتتكاثر، عم بتساعد كتير بمعالجة المياه المبتزلة. تاني سؤال. ثاني سؤال يا مش مهندس زياد، هو يعني يبدو النشطاء في شوية بوش باك من النشطاء نشطائنا. في سؤال من ناشطة في الزراعة البيئية زميلتنا لينا اسماعيل، بتقول سؤال المهندس زياد، فكرة الزراعة العمودية عن طريق استخدام الألواح البلاستيكية فكرة مبتكرة، ولكن هل تم فحص فكرة تسرب جزيئات البلاستيك الذي نتحدث عنه في يعني الميكروبلاستيك، وأيضا في أطلس المحيطات نتحدث عنهم، هل يتسرب للتربة وبالتالي تأثيرها على الغذاء المنتج؟ يعني إحنا نبدأ بالأطلس البلاستيك بالحديث على أنه كيف البلاستيك بالضبط كما تحدثت أنت يخدع الطبيعة نفسها، لأنه ممكن أن يكون مرن، ممكن أن يكون عنيد في التحلل، وهذه هي المشكلة فيه أساسا. يعني مشكلة يعني تلينجرز يبقى في الطبيعة ولا يذهب وهو يتراكم، يعني لا يمكننا أن نوازي ما بين الإنتاج والطلب يعني، أو برامج إعادة التدوير. هذه المشكلة الحقيقية، خصوصا أنه بضع الشركات البتروكيميائية يعني تريد زيادة الإنتاج في أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية وفي إفريقيا وفي آسيا، بالتالي يعني زيادة هذا الإنتاج يعني هل
يعني ما هو الحل له؟ بس برضو إذا بتقدر تجاوب السؤال بالنسبة لموضوع تسرب البلاستيك أو تأثيره على الزراعة والغذاء، هو سؤال تقني كمان أعتقد. يعني الواحد اليوم لما بيقرأ السؤال يعني عم بيعتبر إنه إذا نزل جزيئيات بلاستيك من هالألواح على التراب إنه هالجزيئات البلاستيك رح تفوت بالشلش وتطلع بالنبتة وتفوت بالخسة أو بالبندورة. أكيد يلي عم يعني يلي طرح هالسؤال ما بيعرف كيف تشتغل الزراعة وكيف تشتغل الجزيئات. It seems اوكي عم تسمعوني ولا لا ولا انقطع؟ بس كان انقطع شوي مهندس زياد. اوكي يعني اليوم بدنا نكون عمليين. يوم نحن اليوم بورطة بدنا نكون براغماتيين. إذا بدنا ما في حدا ليك أخي، أنا بعتبر حالي ناشط بيئي يعني سوري أنا يمكن أكبر منهم كلهم هول النشطاء بالعمر يلي كانوا. أنا عمري 51 سنة، أنا بعتبر حالي ناشط بيئي من وقت ما كان عمري 19 سنة. عبط الشجر ودق الجيتار والغنانة للبيئة ما بتحل المشكلة. بحل المشكلة هو إن بدنا نشغل راسنا وبدنا نكون عمليين وبدنا نخلق بنية صناعية نرجع نعيد استعمال هاي المواد. خلينا نكون واضحين، إذا في جزيئيات there is always a compromise. We have to compromise على شغلة. اليوم نجي نقول هلأ بسنة 2020 نص بلدان العالم على حافة الجوع، على حافة الجوع. اليوم بماليزيا وبإندونيسيا الوجبة الوحيدة اللي بيأكلوها هي النودل. في نص الشعب عايش على النودل. هيدي النودل بشو بينعمل لها باكجينج؟ مش بالورق. بعدين اليوم سمعتكم عم تحكوا على السيمنت إنه بدهم يستعملوا البلاستيك بدل الورق. ما حدا عم بيقول هالورق من وين عم يجي؟ ما عم بيقصوا شجر تنعمل ورق؟ أنا بفضل مليون مرة نعبي بكياس بلاستيك وهالكياس البلاستيك تروح ينعملها ريسايكلينج ويعملوا فيها. نحن هلأ عم نشتغل عم نعمل جسورة بيمز بلاستيك بيمز تنعمل بريفاب هاوسز لكامبس لديزاستر ارياز كلها معمولة من ريسايكلد بلاستيك. أنا تقول لي خليني قص شجر تأعمل ورق؟ لا خيي بلاها، أنا ضد استعمال الورق بموضوع التعبئة. شكرا مهندس. موضوع المايكرو بلاستيك the research is still out there. بعد ما وصلنا إلى نتيجة 100% إنه المايكرو بلاستيك causes cancer أو causes ما بعرف شو أو هيدا. It is still the research is still out there. اوكي شكرا مهندس زياد. يعني تاخرنا شوي اذا سميتكم بدنكم اخر هلا يعني على الكل ولا يهمك بس كثير منيح خصوصا لحظه ما تلزني بعد شويه خصوصا بالبلدان العربيه. نحن شعوب عايشه نحن مقموعين. نحن ما في بلد عربي الا ما حكوماته قام على الشعب تبعها، ما بيقبلوا حدا يفكر بعكس التيار يلي جاي. شويه اختلاف بالراي بتخلي المجتمعات تتقدم بدل ما نضلنا خاملين وعايشين على امجاد الماضي. صحيح واعتقد انه أطلس البلاستيك وتحرر حركة تحرر من البلاستيك هي عكس التيار أساساً، وهي يعني ضعيفة في الوطن العربي، بذلك نأمل أن تقوى في السنوات القادمة. سأختم بسؤال أخير، آسف على الإطالة. موضوع غزة، هل هي نموذج للرسكلة نتيجة الحصار؟ جوابي هو الحاجة أم الاختراع، وإحنا في زيارتنا لغزة، أنا أول مرة تم السماح لي بالذهاب إلى غزة بشهر 3 قبل كورونا، رأينا مبادرات جميلة جدا بموضوع إعادة التدوير من الجفت من مواد مختلفة. أود أن أختم مع ليلي. سوري ليلي، نعود إليك مرة أخرى. هناك سؤال لك، شكرا للتوضيح ليلي. إذن ما هي الطرق لوقف
إنتاج البلاستيك. How can we stop plastic production؟ إذن هذه ختام، وأيضاً I think تقدر تردي على النقاش الذي جار، ومن ثم نختم الجلسة. There are many, many ways. What I can share هناك الكثير والكثير من الطرق، وما أود أن أشاركه هو من السياق الأوروبي حول التلوث البلاستيكي. من جهة نحن نركز على التعزيز الإضافي للتشريعات الأوروبية التي تمنع الاستخدام المفرد للبلاستيك. أعتقد أن هذا يساعد كثيراً، ولكن يجب أيضاً تمرير قوانين مرتبطة بترزيم وتغليف البلاستيك. هناك أيضاً خطط كبيرة حول تقليل القطاع البتروكيماوي. هناك الكثير من الاستثمارات المالية في هذا القطاع، مشاكل كبيرة بسبب أزمة الكورونا وأيضاً أزمات أخرى. هناك الكثير من العمل الدؤوب الذي يجب أن نقوم به. هناك الكثير من المشاريع، على سبيل المثال عبر الأطلسي، هناك برامج نقوم بها فيما يتعلق بالتجارة مع أوروبا ومع أمريكا أسف وغير ذلك. شكرا للحضور، يعني شرفتونا وأحييتوا النقاش وأثمنتوا. بحب أشكر جميع المنسقين، مكاتب هنريش بل في الوطن العربي، في تونس، في المغرب، وفي لبنان، رغم الصعوبات الذين يواجهوها. وبستغل هذه الفرصة لتوجيه تحية كبيرة للشعب اللبناني، عانيتوا الأمرين هذا العام. نتمنى لكم عاماً سعيداً، يعني عاماً أفضل، ونتمنى أنه على المستوى السياسي والاقتصادي يكون في مستقبل أفضل يعني من اللي حدث هذا العام. أحب برضو أشكر أستاذة كارول الخوري على ترجمتها وتدقيقها ومتابعتها المستمرة لإنتاج هذا الأطلس. الأطلس الآن موجود على مواقع مؤسسة هنريش بل فلسطين والأردن، وأيضاً أعتقد على مواقع مؤسسات هنريش بل الثانية. بحب أشكر كتير كتير فريقنا التقني اليوم، دانا وهديل، اللي أنقذونا فعلاً، لأنه كانت أول تجربة للويبينار، فشكراً لكم. وبحب أشكر مديرتي بتينا لدعمها المستمر، ولزملائي التانيين اللي كانوا معاي من بداية المشوار في التنسيق لهذا الحدث وفي إنتاج بلاستيك الأطلس. بشكر المحاضرين اليوم، أثريتوا نقاش، وبعتذر إذا ما جاوبنا بعض الأسئلة للناس اللي حضروا. يسعد مساكم، ومنشوفكم في نشاطات أخرى. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية.